الاهلي الى دور الثمانيه في كاس مصر، بس لسه كتير على الاداء والاقناع. النهارده الاهلي كسب المقصه بشق الانفس بهدف وحيد في الدقيقه 94. عاده اي مشجع بيفرح باهداف الفوز في التوقيت ده، جميل الاهلي تحديدا واخد على الاهداف دي، بس الحقيقه لو سالت اي مشجع مبسوط ولا لا غالبا هيقول لك لا. في تراجع كبير على المستوى الجماعي والفردي لمعظم اللاعبين بما فيهم الشباب، ويفضل السؤال المتكرر، امتى تقدر او امتى نقدر نحكم على ريكاردو سواريز؟ يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. بدايه نعزي انفسنا ونعزي اسر ضحايا حادث كنيسه ابو سيفين، القديس ابو سيفين، اليوم في المنيره بامبابه بمحافظه الجيزه. حادث أليم، حادث مفجع، حريق كنيسة القديس أبو سيفين، يعني كل نتمناه رحمة لضحايا اليوم وصبر لأسرهم وأهليهم. يا رب ما نشوفش حاجة وحشة في بلدنا ولا في أهل بلدنا كلهم، ويا رب ما يبقاش فيه أي شر ولا أي حاجة وحشة لكل الناس في كل الدنيا. دي كانت بدايتنا النهاردة، ولكن البداية الفنية الكروية إنه الأهلي النهارده فاز على مصر المقصة بهدف دون رد، هدف تأخر كثيرا، هدف في الدقيقة 94، الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. تعالوا نشوف الهدف يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. بداية نعزي أنفسنا ونعزي أسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين، القديس أبو سيفين، اليوم في المنيرة بإمبابة بمحافظة الجيزة. حادث أليم، حادث مفجع، حريق كنيسة القديس أبو سيفين، يعني كل نتمناه رحمة لضحايا اليوم وصبر لأسرهم وأهليهم. يا رب ما نشوفش حاجة وحشة في بلدنا ولا في أهل بلدنا كلهم، ويا رب ما يبقاش فيه أي شر ولا أي حاجة وحشة لكل الناس في كل الدنيا. دي كانت بدايتنا النهاردة، ولكن البداية الفنية الكروية إنه الأهلي النهاردة فاز على مصر المقصة بهدف دون رد، هدف تأخر كثيرا، هدف في الدقيقة 94، الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. تعالوا نشوف الهدف ونيجي نتكلم كتير كأس مصر عشان يواجه المكونون العرب في هذا الدور. الأهلي النهاردة الأداء مش حلو، الأداء مش حلو، بس بيكسب، وده مهم جدا لسواريش واللاعبين انه يبقى فيه انتصارات متتاليه. ده في حد ذاته مهم جدا، بيثبت رجل اللاعبين في الملعب، بيثبت او بيدي ثقه للمدرب والجماهير في المدرب عشان يقول ان ممكن اللي جاي يبقى احسن، اللي جاي ممكن يبقى احسن. بس النهارده الاهلي كان بيلعب مع مصر المقاصه، مصر المقاصه هو اضعف فرق الدوري الممتاز، هو الفريق الذي هبط رسميا الى دوري الدرجه الثانيه، فريق بلا امال وبلا طموحات وبلا امكانيات. ورغم كده لازم نحيي مصر المقاصه اللي صمد ولعب دفاعين بشكل كويس جدا، صحيح ما كانش ليه اي شكل هجومي، بس لعب على حدود امكانياته وقدر يوصل المباراه حتى الدقيقه 94 وهو متعادل سلبيا مع النادي الاهلي الذي ما زال رقميا ينافس على لقب الدوري الممتاز. فتحية لمصر المقاصة، تحية طبعا، بس الأهلي غريب الأداء، غريب المستوى الفني الجماعي، غريب المستوى الفردي. وفي سؤال أنا طرحته لحضراتكم في المقدمة وهكمله أو هحاول أجاوب عليه معاكم، هل نقدر نحكم على ريكاردو سواريز دلوقتي؟ أنا في رأيي ممكن يعني ايه نحكم عليه، بس في جزء صغير مش كبير. ما تقدرش تحكم حكم نهائي على ريكاردو سواريز مبدئيا كده، عشان هو راجل جاي حقيقي في ظروف صعبه، لاعبين مجهدين جدا، واللاعبين الشباب ما خدوش فرص قبل كده، وضغط مباريات كبير وضغط بطولات كبير. هو جاي عمال يلعب في فاينلز، يعني فاينل كاس في اخر مباريات في الدوري، داخل في كاس مصر الجديد، فكلها مباريات صعبه وتقيلة في ظروف صعبة. هو تقريبا ما لعبش في مباراتين على التوالي بتشكيلة واحدة، يا إما إصابات يا إما غيابات يا إما لاعبين مجبر يريحهم وخلافه، فدي كلها ظروف قوية جدا،
قوية جدا انك ما تحكمش على اي مدرب بسببها، ومفيش حتى عنده فترة راحة ولو اسبوع يقدر يحط افكاره، مفيش، كل 3 أو 4 ايام مباراة، فالموضوع في منتهى الصعوبة. بس نحكم عليه في ايه؟ الجزء الصغير اللي نحكم على سواريش فيه ايه؟ انه بصراحة مفيش حاجة متشابهة من مباراة لمباراة. يعني ايه؟ يعني مثلا افهم انه في فريق بيحب يلعب، او هو مدرب بيحب يلعب ضغط عالي، يعني ياخد اللعيبه كلها ويضغط على المنافس ما يخلوش يطلع بالكوره. لا، اشوفها في مباراه ومباراه تانية لا. طيب ما بشوفش مثلا لعب من ناحيه الشمال، ما بشوفش لعب من ناحيه اليمين، ما بشوفش لعب واضح بالعرضيات، ما بشوفش مثلا ان انت مدرب بتحب الاختراق من العمق، مش شايف شكل واضح. هتقولي ما انت لسه قايل انه ما يقدرش يعمل الكلام ده في الفتره دي، صح، بس اديني ملمح. ده المباراه الواحده ما تشوفش نمط واحد للاهلي في الاداء، هجومي او دفاعي، اسلوب فني وتكتيك. هتقولي طيب ده يعني كان يقدر يعمله سواريش؟ اه يقدر يعمله، بس مش بنسبه كبيره. بس على الاقل تشوف ملمح، على الاقل تقول لا لا بس الاهلي جاي، لا لا ده الراجل ده عنده حاجه، لا لا الراجل ده ممكن يعمله. ممكن الامور بالنسبه له هو من المدربين اللي بيحتاجوا وقت. في مدربين كده في العالم كتير على فكره. بيب جوارديولا نفسه عشان يوصل للحاله دي مع مانشستر سيتي، الفريق المرعب ده، اول موسم كان موسم سيء لمانشستر سيتي، فممكن يبقى محتاج وقت. ماشي، الله اعلم. بس انا سالت نفسي سؤال صعب جدا النهارده، وما اعرفش جماهير النادي الاهلي او المتابعين سالوه ولا لا، بس هدردش معاكم. يعني النهارده الاهلي حتى الدقيقه 94 كان متعادل مع مصر المقاصة في ايه؟ في كاس مصر، هيلعبوا وقت اضافي، كان ممكن مصر المقاصة يقدر يحافظ على التعادل ده ويوصلوا ضربات ترجيح، ولما الضربات الترجيح بنوصل لها الرؤوس كلها بتتساوى. طيب لو كان النهارده مصر المقاصة اطاح بالاهلي من كاس مصر، كان هيبقى موقف سواريش ايه؟ هتقول لنا انا كريم انا هقول لك لا، سواريش يكمل في كل الاحوال. بس هل الجماهير كانت هتتحمل ده؟ إدارة النادي كانت هتتحمل ده؟ كان يبقى الموقف صعب جدا. بس لو على رأيي أنا ما أحبش أقيس مدرب لسه جاي جديد ببطولات، أقيسه بإنجازات. أنا قلت كده وقت كارلوس كيروش، إنه الراجل بالنسبة لي بيشتغل، مش لازم تاخد بطولة. أه طبعا البطولات كلها بنتمناها، بس أدام شايفك بتشتغل خلاص يبقى بتشتغل. طيب عموما يعني ده فيما يخص الاهلي ومصر المقص، بس معايا مداخله دلوقتي في منتهى الاهميه عشان كان في قرارات النهارده مهمه جدا من اتحاد الكره المصري. عشان كده معايا عبر الهاتف الان الدكتور ايهاب الكومي، زميلنا الاعلامي الكبير، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل زميلي العزيز، طبعا المتالق دايما زميل كريم، بحييك وبحيي كل مشاهدينك ودايما من نجاح لنجاح. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا. النهارده اجتماع اتحاد الكره الاول قبل اي حاجه، اتفضل يا فندم. طبعا فضل التعازي طبعا لمصرنا كلها في حق يعني شهداء كنيسه طبعا المنيره صباح اليوم في الصين، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله للمصابين الشفاء العاجل. وطبعا ده حدث جلل لمصر كلها، لان احنا كلنا نسيج واحد وهنعيش طول عمرنا ايد واحده، ويا رب يا رب ما نشوف حاجه وحشه لا لمصر كلها مسلم ومسيحي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب اول هذه القرارات اليوم كان تعيين الكابتن وائل رياض والكابتن عصام الحضري في جهاز المنتخب الاولمبي، وكنا سمعنا خلال الايام الماضيه انه كان في اكثر من اسم مرشح لهذه المهمه كاعضاء مصريين في الجهاز الفني. لماذا تم اختيار الكابتن وائل رياض والكابتن عصام الحضري؟ طبعا زي ما انت عارف ان الرؤيه الفنيه الخاصه بالمنتخب الاول مع الكابتن حازم امام، المنتخب الاولمبي مع الكابتن محمد بركات. تمام، طبعا كابتن بركات قعد مع المدير الفني مثالي وعرض عليه اكثر من اسمه من سيره ذاتيه، وتم الاتفاق فيما بينهم على وائل رياض، لان وائل رياض زي ما انت عارف كان قريب جدا من منتخب مصر الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب وحافظ اللعيبه، واحنا في وقت ضيق محتاج واحد يكون عنده درايه عنده خبره في كل لاعب موجود في منتخب مصر الاولمبي قريب من اللاعبين، وشيتس برضه عنده خبراته، وان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق. فيما يخص عصام الحضري زي ما انت عارف في بطوله كاس الامم الافريقيه، وجوده مع منتخب مصر الاول
قدر يقدم يعني مجهود اكثر من رائع. شفنا اربع حراس مرمى على اعلى مستوى سواء شناوي او جبل او صبحي وجاد، فطبعا عصام الحضري ان شاء الله مشروع مدرب حراس مرمى كبير جدا امتداد للعظماء في مصر سواء الكابتن فيكو والكابتن ناجي والكابتن احمد سليمان والكابتن طاهر والجميع، فانا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. لكن الاختيار تم بناء على الجلسه اللي جمعت كابتن بركات مع المدير الفني للتالي. لماذا لم يتم اختيار مدرب مساعد المنتخب الاول، مدرب مساعد مصري للمنتخب الاول النهارده؟ تمام، زي ما انت عارف احنا بنترك الحريه كامله لكل مدير فني في اختيار الجهاز المساعد اللي موجود معاه. طبعا فيتوريا جاي ومعاه عدد من المساعدين، اتعرض عليه برضو كابتن محمد يوسف، اتعرض شوقي، اكثر من اسم، لكن الراجل في المرحله دي شايف ان هو بيكتفي بالعدد اللي موجود معاه. لكن الموضوع مش مفهول، في جلسه لسه هتجمع كابتن حازم امام مع المدير الفني للمنتخب المصري الاول. اذا ما تم الاتفاق فيما بينهم على الاستعانه باحد المدربين المصريين هيتم الاعلان عنه، واذا ما الراجل قال انا مستكفي بالعدد اللي موجود معايا خلاص بالحريه الكامله، لان هو المسؤول الاول والاخير عن المنتخب وعن نتائج المنتخب، ولازم ان احنا نديله الفرصه كامله والاريحيه كامله في اتخاذ القرارات الفنيه. يعني حتى هذه اللحظه فيتوريا مكتفي باللي موجودين معاه ومش عايز عضو في الجهاز الفني يكون مدرب مساعد جديد مصري. لا، هو قال جلسه قال بالظبط ان في جلسه لسه، يعني قال لكابتن حازم هتجمعنا جلسه ونتم الاتفاق، اذا كنت محتاج هقول لك ونشوف مين اللي هيكون موجود معانا، واذا انا شفت ان الرؤيه خلاص يبقى احنا هنتفق كده. فاحنا سايبين كابتن حازم لسه هيقعد معاه وهيقول لنا القرار ان شاء الله. دكتور ايهاب، هل هيكون في مدير للمنتخب؟ لا، مفيش مدير للمنتخبات، لا المنتخب الاول ولا المنتخب الثاني. اذا كان في هيبقى في مدير اداري ان شاء الله. مدير اداري. الخلاف على الاستاذ محمد غرابه مدير اداري او مدير المنتخب، ده حاجه فعلا زي ما قرينا؟ مفيش خلاف اطلاقا. محمد غرابه واحد من الشخصيات المحترمه جدا. عفوا. اتفضل. عفوا يا كريم. اتفضل يا حبيبي. في الوسط الرياضي النهارده الراجل بيحظى بمحبه داخل مجلس الاداره. لكن يعني في اسماء برضه مرشحه، وقلنا كابتن حاتم النهارده ما كانش موجود لظروف صحيه صباح اليوم واعتذر عن الجلسه، فاحنا ارجانا برضو قرار لما يكون كابتن حازم موجود، لان هو طبعا هو المسؤول عن المنتخب الاول. لكن محمد غراب واحد من الشخصيات الجميله جدا اللي لو موجوده هتكون اضافه بكل تاكيد لمنتخب مصر الاول. عظيم جدا. النهارده كان في عده قرارات مهمه عايز اناقشك في كل قرار على حده، والقرار الاول هو انه تكون قوائم الانديه الموسم اللي جاي 30، وقت ما سمعنا انه ممكن يبقى في تقليل ليها ل 25، ليه اخترتوا 30 لاعب في كل قائمه لكل فريق؟ فيما يخص الشكل الدوري وفيما يخص القوائم المتعلقه بالدوري لم تتخذ فقط من مجلس الاداره، ولكن بعد اجتماع سيد عامر حسين المسؤول عن المسابقات مع فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول، عرض عليه كل شيء، عرض عليه بدايه الدوري امتى، نهايه الدوري امتى، تسكين المباريات، التوقفات، عرض عليه القوائم، وتم الاتفاق فيما بينهم، وبالتالي تم العرض على مجلس الاداره النهارده بعد الاتفاق ما بين المدير الفني ان احنا كلنا في الاول وفي الاخر هدفنا خدمه منتخب مصر الاول، والبطوله المحليه بتهدف الى خدمه منتخب مصر يعني الاول. يعني فيتوريا هو او اقترح انه يبقى في 30 لاعب في كل قائمه؟ هو قعد مع الحاج عامر اكثر من جلسه، والحاج عامر كان متواجد معاه في زيارات الاجهزه الفنيه للانديه المختلفه، وبالتالي تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالدوري وبالقوائم وكل حاجه، والحاج عامر النهارده عرض الامر على مجلس الاداره وخد الموافقه. الاستقرار على وجود 5 لاعبين اجانب في كل فريق، وقت ما كان في اصوات بتنادي بتقليل عدد الاجانب في الدوري المصري عشان نضمن للمنتخب المصري عدد كبير من اللاعبين الجاهزين. يعني احنا استمرينا ب5 لاعبين في الدوري الممتاز و2 لعيبه في القسم الثاني، لان برضو انت عارف الانديه بتأن، ففي بعض الانديه بتستثمر من خلال اللاعبين الافارقه اللي بتكون بعضها من خلال مصر، وفي منهم اللي بيبقى مفيد جدا للنادي وبيعمل برضو يعني منافسه شريفه بينه وبين اللاعب المصري، وده انا شايفه ان هو مش ضرر على اللاعب المصري في عدد من المراكز. احنا لما جينا في حراس المرمى وقفناها لما كان في ضرر، لكن دلوقتي لازم انا كمصري لازم ان انا اثبت ان انا جدير ان انا العب على حساب اللاعب الافريقي او اللاعب الاجنبي اللي موجود، وبالتالي هي منافسه شريفه ما بين الجميع. فاحنا قلنا ماشيين على الخمسه اللي موجودين برضه زي عظيم. طيب فكره انه يبقى في موجود 3 لاعبين في قائمه الانتظار حتى يناير، ممكن افهمها من حضرتك؟ طبعا انت عارف في بعض الانديه بتستنى لغايه ان هي عشان تسوق لعيبتها زي ما انت عارف، يعني في لاعب بيبقى خلاص هيمشي مش هستفاد منه النادي، فانا بدي للنادي
في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بها كل الانديه، لا انا بديك الفرصه اللي اللاعب عندك يكون موجود. طيب انت جيت في قيمه الانتظار وفي الاخر ما تقيتش، لا انت هتدي له مستحقاته اللي موجوده، ده الاتفاق ما بين او لائحه النص ما بين الاتحاد وما بين الانديه، فبالتالي النادي مش هينضر واللاعب مش هينضر في كل الاحوال. عظيم. طيب الجزئيه المهمه وهي المدربين وحكايه المدربين وانتقالهم لاكثر من نادي، وكان في قرارات مهمه النهارده بخصوص هذا الامر، وانه لا يسمح لمدرب انه يدرب اكثر من فريق في الموسم الا مع بعض الاستثناءات. ممكن حضرتك تشرح هذا البند اكثر؟ احنا بنهدف المقام الاول والاخير الى الاستقرار والى توفير عنصر الامان سواء كان للنادي او للمدرب، يعني ما ينفعش النادي يبقى المدرب شغال كويس ويقول له باي باي مع السلامه، لا في الحاله دي اقول له لا انا اسف، لازم تدي له مستحقاته من خلال العقد المبرم بينه وبينه، واللي هو لو ما اشتغلش لازم ان انت تدي له كامل عقده لغايه ما يتعاقد مع نادي ثاني. طيب بالعكس جه بعد كده المدرب هو اللي قال للنادي السلام عليكم، تمام؟ بيدفع الشرط الجزائي اللي عليه ويحق له فقط خلال الموسم الانتقال الى نادي اخر فقط. فكده انا ضمنت حق النادي وحافظت عليه، ضمنت حق المدرب برضه عشان كان شغال في جو من الاستقرار عشان هو برضه عنده اسرته وعنده مصاريفه. طبعا فاحنا حافظنا على الـ على الـ على الـ طب ممكن افهم اكتر، يعني لو النادي دلوقتي ساب مدرب، المدرب ده يحق له الشغل كم مره تاني؟ لا هيحق له برضه، انا هقول لحضرتك هو ساب والنادي هو اللي ساب بالظبط. النادي هو اللي ساب، ما اشتغلش ما اشتغلش تمام. في شرط جزائي بياخده او ان هو بيديله نهايه لغايه نهايه عقده معاه لمده سنه، سابه بعد شهرين بيديله ال 10 شهور تمام كده. طيب طيب المدرب برضه في هذه الحاله يحق له الانتقال الى نادي اخر، لان انا ضمنت لك حقك من النادي لو انت ما اشتغلتش على مدار السنه. طب انا اشتغلت ورحت نادي ثاني يبقى انت نادي واحد برضه اللي بتاخده. طيب. ودي هتدي فرصه اكبر برضو لعدد من المدربين. طيب اللي هم خد ودي خد ودي معايا بس عشان افهمها كويس. دلوقتي هو دلوقتي النادي مشاه وراح نادي تاني مشاه برضو، هيحق له يشتغل في نادي تالت ولا لا؟ لا خلاص خلاص مرتين بيكتفي، وهو كده كده ضمن له الحصول على مستحقاته الماليه حتى نهايه السنه. انا ليه بقى ليه سالت السؤال ده؟ عشان حضرتك فاهم برضو ممكن بالتوافق يعني يقول ان انت اللي مشيتني مش انا اللي مشيت، فتبقى فيها تحايل على القانون. قول لحضرتك احنا عشان نضمن حقوق كامله اللي هنا وهنا صح. واحنا برضو نكون في الصوره، فده اللي احنا عملناه ان شاء الله. ده عظيم جدا. طيب البند بقى الاكثر اهميه اللي الناس كلها سالت عليه النهارده وعايزين نفهمه تفصيلا، انه مفيش نادي يروح يشتري لعيبه باكتر من الميزانيه اللي هو حاططها في الرخصه بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ عشان الكلام ده شكله من بره حلو بس عايز افهمه اكتر. احنا عايزين نطبق اللعب المالي النظيف. عظيم تمام؟ عظيم. وشفناه بيطبق في الدوريات الاوروبيه المختلفه. انت دلوقتي الانديه قدمت على الحصول على رخصه خلاص، وكل نادي مقدم الميزانيه الخاصه بيه. النادي بتاع زميلي كريم قدم ميزانيته ب 50 مليون جنيه، ما ينفعش ان انت تشتري لعيبه ب 55 مليون جنيه. ولا هنقول لك الصب تعالى هنا في لعب مالي غير نظيف وفي عقوبات هتحدد، اما بايقاف النادي اما بهبوط النادي، ده كله لسه هنحدده، لكن اللي احنا بنأكد عليه اللعب المالي النظيف هنشتغل عليه من خلال الميزانيات اللي اقرت في التراخيص اللي حصلت عليها الانديه. وهيبقى ليه القلق؟ اصل الموضوع ده معقد جدا حتى اوروبيا يا دكتور ايهاب، انت عارف اكيد ومطلع، معقد جدا. فعندك الاليات وعندك اللوائح اللي هتقدر تعاقب بيها واللي تكشف بيها الاهم كمان. بكل تاكيد اللوائح احنا هنشتغل عليها، لكن انت لو جيت سالتني كاب ايه الحل الامثل عشان تقدر تطبقه؟ اقول لك ان انا لازم يبقى عندي فصل ما بين كره القدم وما بين الانشطه الاخرى داخل النادي من خلال شركه الكوره اللي يبقى لها الميزانيه المستقله على النادي. هنا بالفعل اقدر احاسبك صح، اقدر ان انا اقفلك وابقى عارف انت ميزانيتك بالفعل كام، لكن انت ممكن دلوقتي في الرخصه بتاعتك مقدم لي الميزانية الخاصة بتاعت النادي من خلال الفروع افتتحتها من خلال كذا، لكن ده بداية الطريق صحيح عاوزين نصحح فيه، والصح هيجيب الصح اللي بعد كده ان شاء الله. اصل انت عارف يا دكتور ايهاب، احنا عشان عايشين الكرة المصرية وعايشين حالة الجدل دايما، انا بفكر لقدام. يعني مثلا لو جمهور معين شاف نادي بيشتري لعيبة كتير قوي قوي، هتلاقي بقى انت عندك كاتحاد كوره، لا وريني بقى الميزانيه بتاعته، هل هو اشمعنى هو بيتسيب له وانا لا، وهتلاقي ان انا دخلنا من قبل الجماهير ما هتتكلم احنا هنتكلم. يعني احنا احنا مبدا الشفافيه والعداله بين كل الانديه، ما فيش فرق ما بين نادي صغير وما بين نادي كبير، احنا كلنا جايين لخدمه الانديه، وبالتالي لازم الانديه تساعدنا ان احنا نعمل منظومه صح تليق بكره القدم المصريه، تليق بمصر، اقدم اتحاد افريقي، تليق بمصر في المنطقه كلها. لازم احنا بقى نستبق الاحداث، ولازم ان احنا نعالج السلبيات اللي كانت موجوده قبل كده. فاحنا اكثر الناس اللي هنكون حرصا على تطبيق مبدا العداله بين كل الانديه ان شاء الله. عظيم جدا. انا اعلم ان فيتوريا مدير فني نشيط جدا
وسأل على منتخبات الشباب وسأل على فرق الشباب وبيتحرك في أندية. إيه أكتر الملامح اللي شفتها في فيتوريا دلوقتي في طريقة شغله وعمله؟ لأن أنا شايفه إن الراجل دقيق جدا في كل شيء، ما تسيبش حاجة، الراجل متابع جيد جدا للكرة المصرية، للمراحل الصناعية. عاوز أقول لك النهاردة من أعداد من الحاج عامل حسين إداله ملحوظة، قال له اللي أنا ملاحظ وسجلت عندي إن الفئة السنية في مصر من 19 سنة ل 23 سنة فيها خلل، مفيش عدد من المواهب، وده المفترض اللي هو يكون امتداد للفريق الاول وللمنتخبات المصريه، فبالتالي لازم ان احنا نشوف لهم حل عشان مشاركتهم في المباراه يكونوا موجودين. فاحنا النهارده برضو خدنا الحل ان عندنا دوري الخاص بالفئه العمريه 2001، القايمه 30 قلنا 25 واحد هيتسجلوا من فئه عمريه 2001 وخمسه في كل قايمه من مواليد 99 و2000 عشان نضمن مشاركة أكبر عدد من الناس دي من الفئة العمرية من 19 ل 23 سنة عشان يبقى عندنا امتداد للمنتخبات المصرية. فالراجل دقيق جدا في شغله، الراجل حريص على متابعة كل ما يخص الكرة المصرية، بيدون ده كله في أجندته، على اتصال دائم بالاتحاد المصري، على اتصال دائم بالكابتن حازم إمام، شفته في جولاته المكوكية مع المجالس والإدارات الفنية للأندية المختلفة، فده شيء جديد. احنا سايبين له الناحيه الفنيه كامل يختار اللي هو عايزه باريحيه كامله عشان نقدر ان شاء الله نحقق نجاح معاه. فانا كلنا مستبشرين خير مع الراجل، عنده امل، عنده طموح، عنده رغبه في تحقيق نجاح، واحنا ان شاء الله هنساعده على كده. وانا بدعو طبعا كل الزملاء وحضرتك اقولهم من الزملاء الاعلاميين في البرامج المختلفه وفي الصحف المختلفه وكل شيء ان احنا نكون داعمين وساندين عشان نقدر نرجع منتخبنا المصري بكورته الجميله اللي كلنا ان شاء الله ان شاء الله. في مباراه وديه لمصر مع الارجنتين في اكتوبر القادم، هل اقرت خلاص؟ باذن الله تم الاتفاق عليها، وبعد موافقته ايضا في مباراتين ثانيين بيتم الاتفاق عليهم بناء على طلب مستر فيتوريا، متوسطين مع منتخبات متوسطه، وبلجيكا كمان النهارده طلبت اللي هي تلعب مع منتخب مصر، وده كله بيتم من خلال شركه بريزنتيشن اللي هي بتتمم الاتفاقات مع كاس العالم. يعني الارجنتين دي خلاص مؤكده؟ خلاص مؤكده. يوم ايه يا فندم؟ هتبقى في 10 في الامارات ان شاء الله. في شهر 10 في الامارات باذن الله. ومباراه بلجيكا ليها موعد؟ بلجيكا لسه، يعني بلجيكا هي طلبت اللعب معانا، لسه هيتعرض على مستر فيتوريا اذا كان هيوافق ولا لا، ويحدد تسكينها لو هو وافق، لكن هو طالب اقامه مباراتين مع منتخبين برضه متوسطين عشان يكونوا اعداد اللي انا اتدرج في المستوى لغايه ما اوصل لمباراه الارجنتين. عظيم عظيم جدا. اخر حاجه بقى، واسالها لك بصفتك الاعلاميه وصفتك عضو في مجلس اداره اتحاد الكوره، واعرف قد ايه انت شخص محترم. احنا الفترة اللي فاتت كان فيها حالة من التوتر كلنا عايشينه، وبيانات وزعل وضيق، والاهلي النهارده كان منسحب من كاس مصر ولعب، وشفنا بيان النادي الاهلي امبارح اللي قال فيه ان اتحاد الكوره رد بشكل محترم. امتى الامور ترجع هادئه تماما بين اتحاد الكوره وكل الانديه، مش بتكلم بس على النادي الاهلي، امتى نعيش اجواء صحيه سليمه ما فيهاش اي مشاكل ولا بيانات رايحه جايه ولا حد زعلان او متضايق؟ انا بكلمك بصراحه بشكل عام، وانت عايشت معانا امور كثيره على مدار اتحادات سابقه كثيره. انا مع حضرتك تمام، وكلام محترم للغايه. هتكلم عن دورنا احنا داخل الاتحاد المصري لكره القدم، بكررها مرارا وتكرارا، وبقول الاتحاد المصري بكامل تشكيله وكل العاملين فيه ليس على خلاف مع اي نادي من الانديه، الاتحاد المصري بيكن كل تقدير وكل احترام لكل منظومه كره القدم، وعلى راسها النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه الكبرى اللي احنا عارفين ان هم اساس السلع اللي احنا شغالين عليها واساس كره القدم في مصر. الاهلي ببطولات كثيره، الزمالك ايضا ببطولات، وبالتالي دايما بقول دول جناحين الكره المصريه. فالعلاقه علاقه احترام على المستوى الشخصي جدا جدا. بعض الانديه ربما احست ببعض الظلم في بعض الفترات، احنا بنسعى لتحقيق العداله الكامله من خلال تطوير منظومه التحكيم، وعندنا تحكيم على اعلى مستوى. كابتن عصام عبد الفتاح بذل كل ما لديه من جهد خلال الفتره الماضيه وبشكره، لكن هي سنه الحياه، استعنا بخبير اجنبي لتطوير منظومه التحكيم، عندنا تحكيم وحكام على اعلى مستوى. شفنا النهارده اللي حصل في الدوري الانجليزي، يعني الناس النهارده قالت التحكيم المصري بخير بعد ما شافوه. فان شاء الله باذن الله تحقيق العداله هيخلي في اريحيه ما بين الجميع، وده اللي احنا بنسعى له. لكن انا بقول لحضرتك كل التقدير وكل الاحترام المتبادل بين الاتحاد المصري لكره القدم وبين كل الانديه، وعلى راسها طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك، واحنا لسنا على خلاف مع اي حد، احنا داعمين لكل الانديه، واحنا جايين لمصلحه الانديه وفي ظهر كل الانديه اللي بتمثل مصر في اي محفل دولي. عظيم جدا. اخر حاجه بقى، هي مش سؤال، هي تحيه، وتحيه
لحاجة ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، الناس العادية أو المشجعين أو الجماهير، بس هقولها لك من إعلاميين. المنظومة الإعلامية في اتحاد الكرة واضح أنه حصل فيها تطور محترم جدا، حجم الحوارات اللي بتحصل مع المدربين، البيانات اللي بيبقى فيها توضيحات كثيرة، الأمور المتعلقة بالتواصل مع الجماهير على السوشيال ميديا فيها تطور كبير جدا. عشان أفاكر من كام شهر كنت أنتقد كثيرا منظومة اتحاد الكرة الإعلامية، فأحقاقا الحق برضو لازم أشيد بالتطور. خليني يعني دي شهاده بنعتز بيها من اعلامي محترم واعلامي قدير. شكرا جدا. الحمد لله رب العالمين. بشكر كل برضه الزملاء اللي كانوا موجودين قبل كده، ناس محترمه وناس عملت الجهد اللي كان مطلوب منها، لكن الحمد لله معانا مجموعه محترمه جدا 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 من زملائنا الصحفيين والاعلاميين، وبيشتغلوا باقل الامكانيات. يعني احنا لسه النهارده هتشوف تطوير اكثر خلال الفتره القادمه. النهارده في بعض المتطلبات عشان الشغل الاعلامي وشغل السوشيال ميديا النهارده وافقنا لهم عليها في مجلس الاداره، هتشوف صوره مختلفه تماما. ربما تشوف نشرات مرئيه من داخل الاتحاد المصري لكره القدم، تغطيه شامله. فانا بدوري كمان لازم اشكر كل الزملاء اللي موجودين معانا داخل اروقه الاتحاد من الزملاء الصحفيين القائمين على المركز الاعلامي، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. وانا بشكرك يا كريم على اشادتك بالمنظومه الاعلاميه المحترمه. اشكرك يا فندم دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على هذه المداخله اللي فيها كثير من التوضيحات حول قرارات الاتحاد المصري لكره القدم اليوم. النهارده ايضا في كأس مصر ولكن في دور الثمانية وليس دور الستاشر، مباراة سموحة ومنتخب أم، وفي كواليس كثيرة ومهمة جدا، كواليس خاصة هنا لرقم 10. النهاردة تقدم الكابتن السيد مراد محمود المشرف العام على تقنية الفيديو باتحاد الكرة المصري باستقالته إلى مجلس إدارة الاتحاد للرحيل عن لجنة الحكام بعد أيام قليلة من استقالة الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق. الراجل ما حددش أسباب استقالته، طيب لحظة بقى خليك معايا. السيد مراد كان عنده اجتماع امبارح مع الراجل الجديد كلاتنبرج. ايه سبب رحيله؟ هو الاجتماع اللي كان مع كلاتنبرج ده. كلاتنبرج في اجتماع ما بيسأل عن الحالة الشهيرة في مباراة الأهلي وفاركو، وسأله وهو مسؤول عن الفار، هل حضرتك شايف الحالة دي حالة تسلل؟ فالراجل رد وقال له آه شايفها حالة تسلل. كلاتنبرج قال له أنا شايفها جول، والرسم اللي مرسوم ده مش صحيح. فحصل خلاف في وجهات النظر، كلاتنبرج شافها جول والراجل قال له لا مش جول هي تسلل، والحكم وقتها اتخذ القرار السليم. دي الكواليس اللي كانت معانا، نتأكد ونفهم من كابتن سيد مراد مسؤول الفيديو السابق بلجنة الحكام المصرية. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح النور وتحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. وتحياتي لمشاهدينك الكرام، وبعيني حضرتك على البرنامج ودايما في تقدم الظهر. يا فندم اشكرك شكرا جزيلا. قول لي بقى ايه اسباب الاستقاله؟ ايه اللي حصل؟ بص يا فندم حضرتك، احنا بنشتغل في لجنه الحكام كاعضاء هوايه اكتر من احتراف. يعني انت مش محترف بعائد مادي كبير، انت بتاخد بدل انتقال مبلغ مش رقم، ولكن حابب الموضوع لان احنا ابتدينا براتب شهري 900 جنيه. اذا المين كونسبت كان حب وعشق الحكايه دي، فاشتغلت فيها 11 سنه يا فندم مع قامات كبيره. جينا في المرحله الاخيره لقيت يا فندم في تجاوزات وتطاول كبير جدا مع كل حاله في البر. فانت يا فندم لو انت هاوي حاجه وبتحبها وانت هاوي وشايف كل هذا التجاوز، ليه تتمسك بمنصبك يا فندم؟ ايه الحاجه الكبيره اللي تخليك مش مستمتع؟ مش هتبدع. وخلي بال حضرتك كل الاسهم موجهه على حكم الفار، مع ان الفار ده مكون من 5 اجزاء، لو حصل خلل في جزء واحد انهار الفار. هو حضرتك يا فندم في لجنه الحكام من امتى؟ من 2012 فعلا. من 2012 ليه حسيت ان دلوقتي الهجوم كبير
وقررت الرحيل بعد رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح؟ ليه ما قررتش الرحيل وقت ما كان موجود الكابتن عصام عبد الفتاح وكان نفس الهجوم موجود؟ سؤال حضرتك ذكي. استبعد من ال 11 سنه 8 سنوات لان عمر تقنيه الفيديو في مصر 3 سنوات. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فاستبعد المده الطويله واتكلم في المده دي. الـ الـ الايام اللي اشتدت فيها المنافسه مش كده ولا ايه الاخيره؟ صحيح. زادت نبره التطاول في الميديا الكبيره، فانت تحاسبني على الوقت ده يا فندم اللي ضاقت فيه الصدور. وانا بقول لحضرتك انت بتعمل هاوي اكتر منه محترف وراضي وعاشق. وحضرتك ممكن تسال في هذا الصدد. ففضلت يا فندم ان انا افتحي في المرحله دي. وخلي بال حضرتك اذا ذكر اسم الكابتن عصام عبد الفتاح وهو قامه كبيره في التحكيم، فانا على مدار ال 11 سنه اشتغلت مع اربع قامات كبيره. كابتن احمد الشناوي عندما كان رئيسا للجنه الفنيه، ثم معاه الكابتن عصام عبد الفتاح، معانا القامه الكبيره الكابتن غندور جه رئيس لجنه، ثم القامه الكبيره الكابتن وليه، ثم الكابتن عصام اخيرا. فتعددت الرؤساء يا فندم. طيب يا فندم سؤال لحضرتك، هل اجتمعت مع كلاتنبرج؟ كانت هناك جلسه تعرفيه للجنه كلها لم تتجاوز الساعه. كل واحد اعلن عن مؤهلاته وكاريره ومنصبه داخل اللجنه. ده اللي تم في هذا الاجتماع. هل سئلت عن الحاله اللي كانت موجوده في مباراه الاهلي وفاركو؟ لم يتم مناقشه الحاله باستفاضه. كل اللي دار وبمنتهى الامانه مستر بارك قال انا معايا صوره فيها الخطوط وهنناقش الحاله دي في اجتماع الحكام. الراجل لم يدلو بدلوه ولم يقول ان هذا هدف صحيح او تسلل او كما يشاع. طب حضرتك اتسالت؟ يعني هو سالك في الجلسه دي رايك ايه؟ لا يا فندم تماما ولا وصلنا للقرار النهائي هل هي تسلل ام لا؟ لما يتم استعراض الحاله بالكامل. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. قبل ما يغادر الكابتن عصام قمنا بمراجعه الاجراءات من غرفه الفيديو. ما هي الاجراءات؟ اللي هي اجراءات المراجعه اللي اتخذها الحكم تجاه هذه الحاله. الحكم عنده ثلاثه اوبشن في التقنيه، سنجل لاين اللي هي الخطوط، دبل لاين، تريبل لاين. الحكم اخذ الاجراءات الصحيحه ودخل على الدبل لاين، طلعت النتائج تسلل. صحيح. الحكم للتاكيد عمل الحاله مره اخرى في التريبل لاين وادت الى نفس النتائج. ادي ما تم في غرفه الفار، واعددنا فيديو للعرض على الجماهير. ولكن استقاله الكابتن عصام والفيديو ده ما اتعرضش وبدانا صفحه ثانيه. طيب كلاتنبرج شاف الفيديو؟ لا يا فندم. ما شافوش برضه؟ لا يا فندم. ما يعني حضرتك ما اتكلمتش معاه على فكره الرحيل؟ يعني ما قلتش لكلاتنبرج مثلا في القعده التعرفيه دي انا ناوي امشي عشان انا مش مبسوط في الوضع الحالي؟ لا يا فندم. ما حصلش. تمت هذا تماما. انا لما رجعت حضرتك وجلست وشفت الشواهد كلها، خلي بال حضرتك. اتفضل. انا عايز الفت نظر حضرتك ان تقنيه الفيديو لا توجه السهام الى حكم الفيديو فقط، المنظومه دي مكونه من خمس عناصر. اذا انهار عنصر واحد انهارت التقنيه. صحيح. الكاميرامان اللي واقف يصور ده زي ما حدث في هدف المصري في الاهلي كان عامل زوم على منطقه الجزاء، صح ولا لا؟ صحيح. ما انت بتزوم على نقطه وانا عايز اللوكيشن بالكامل. فما قدرش يديني الصوره اللي قرر منها واعمل خطوط، صح ولا لا؟ يبقى اذا الراجل الكاميرامان ده مهم جدا. صحيح. بعدين المخرج اللي عرض الخطوط بتاعت هدف الاهلي في فاركو حضرتك عرضها لبرها ثواني معدوده، وده خارج البروتوكول لان الصوره دي ملك للمشاهدين. هو بيحط البرهان ده لمين يا فندم؟ صحيح. تقنيه الفيديو ملك كامل للمشاهد وليست ملك للجنه الحكام. صحيح. ادي طيب يا فندم. اتفضل. اتفضل اكمل حضرتك يا فندم. الحاجه الثالثه، الحكم الفار لازم يكون عنده تدريب كافي على اجهزه السيموليتر. تخيل ان احنا حصلنا على اجهزه السيموليتر دي في السنتين الاخار 9 ايام فقط، بنمرن عليهم 91 حكم، يعني الحكم اقل من نص ساعه يا فندم. يبقى اذا ادي حكم الفار. الاوبريتور اللي قاعد جنب الحكم لازم ياخد ايديا
ستاند فكره مبسطه عن عمل الفار. طيب يا فندم صح. بشكل عام بقى يا فندم، بشكل عام تطبيق تقنيه الفار في مصر خلال العامين من وجهه نظرك نجحت بنسبه كام في الميه بكل العوامل دي؟ 7.5%. 7.5 من 10. انا قلت 7.5% ده كده ما جاتش. انا متاسف. لا ولا يهمك ولا يهمك. 7.5 من 10، ودي نسبه على فكره، دي نسبه معقوله يعني، لو انت حضرتك شايفها كده دي نسبه معقوله. ايوه بس غير مرضيه. غير مرضيه. لازم نوصل ل 9 من 10 حتى نحقق العداله بنسبه كبيره. صحيح صحيح. احنا مش جايبين تقنيه عشان نشتغل بيها نصحح ثلاث ارباع عداله. لازم نوصل العداله كامله، لازم ندرب الخمس عناصر. بص يا فندم، الانديه بتعاني من ضغط المباريات وبتعمل روتيشن. صح. انت كلجنه حكام بتعاني من ضغط المباريات، هل هتصحح الاخطاء للحكام ولا تدرب الحكام ولا تاهل رجال البث التلفزيوني ولا تعلم الاوبريتور تديله فكره عن قانون كره القدم؟ الخمس عناصر لازم ياخدوا تدريب مكثف عشان يطلع المنتج النهائي بامتياز يا فندم. صحيح صحيح. طيب كابتن سيد، اخر سؤال لحضرتك، لو كان كلاتنبرج عرض عليك البقاء في اللجنه او طلب بقائك في اللجنه او طلب ان انت تبقى متواجد في اللجنه، كنت هتكمل؟ والله يا فندم، هو كلاتنبرج قال ان احنا هنحط سياسه جديده في 1/9. والراجل، بص يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. نتكلم بفكر وطن عشان بلدنا في مرحله لازم نساندها، بلدنا بلد كبير واحنا شايفين اللي بيتم في البلد من تطوير. لازم نشجع الخواجه ده يا فندم، ولازم ينجح. ليه؟ لان نجاحه هيعود على حكامنا بالنفع والكره المصريه بالنفع. بنفس الكونسبت ده، اللي ماسك منتخب مصر مش خواجه اجنبي. هل نتمنى فشله وفشل منتخب مصر؟ استحاله، نكون ناس غير امنين على بلدنا. صحيح. لازم نسنده عشان ينجح، عشان منتخبنا ينجح. ده كلام عظيم جدا يا فندم، بس هو برضو بصراحه مش اجابه على سؤالي، هل تقبل ان حضرتك تشتغل معاه ولا لا؟ والله يا فندم، الظروف الحاليه انا منسحب علشان المناخ الحالي. ليس لي علاقه بكلاتنبرج او رئيس اللجنه السابق او بتضامن مع حد في الاتحاد. انا طيب. قلت اخد استراحه شويه علنا على الجو يبقى اكثر اريحيه يا فندم في المستقبل. طيب بالصيغه الوطنيه اللي حضرتك تحدثت بيها الان، لو مصلحه التحكيم ارتقى فيها كلاتنبرج ان انت تبقى موجود، مش تبقى موجود برضه؟ اتفضل. انا بعلن قدام حضرتك، انا خادم للتحكيم المصري وليس البوزيشن اللي يجبرني. اذا طلب مني المساعده وانا خارج اللجنه تماما هروح اساعد. انما ان انا اكون في صلب التنظيم في المرحله الحاليه يا فندم، انا خادم للتحكيم المصري. يعني انت لو طلبت مني اروح ادي محاضره انا هرفض، لازم اساند واساعد ولكن خارج التشكيل يا فندم. طيب هل حضرتك بشكل رسمي ممكن ترجع تشتغل في لجنه الحكام في المستقبل، ولا موضوع لجنه الحكام ده اتقفل للابد؟ لا، ممكن في المستقبل اعود لما المناخ ان شاء الله يحصل له شويه من الهدوء والسكينه، ونقدر احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونطور دون تطاول او تجاوز، مع احترام الجميع يا فندم. طيب بصراحه شديده كده، لو رجع الكابتن عصام عبد الفتاح في المستقبل يا فندم، انا اشتغلت مع 4 رؤساء لجان. اذا كان المستقبل مع تعديل المناخ القادم سين اي سين رئيسا للجنه الحكام، اعود يا فندم، وليس شرطا ان يكون الكابتن عصام او الكابتن جمال او ليس لي شروط مسبقه. كابتن السيد مراد، مسؤول الفيديو السابق بلجنه الحكام المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. النهارده تالق حارس في مباراه مصر المقاصه والنادي الاهلي، حارس مصر المقاصه الشاب تالق بشكل كبير، منع اهداف كثيره من مرماه، كان مميز حتى في ضربه الجزاء راح معاها بشكل مميز، حارس واعد جدا وابن حارس كبير وابن مدرب حراس مرمى كبير. معايا عبر الهاتف الان الكابتن احمد طارق سليمان، حارس مرمى فريق مصر المقاصه. كابتن احمد، مشرف ومنور. ايه يا كابتن كريم، الاداء النهارده كان اكثر من رائع ومميز جدا رغم الخساره، بهنيك على المستوى الفردي وهارد لك بالتاكيد الهزيمه. الحمد لله يا كابتن، والله ده توفيق من ربنا، يعني ربنا الحمد لله اختار التوقيت المناسب ان انا اظهر فيه، والحمد لله ظهرت بصوره كويسه. النهارده الاداء كان بالنسبه لك مفاجاه مشاركتك النهارده، ولا انت كنت عارف من بدري؟ لا كنت عارف، بس يعني انا كان جالي اصابه، يعني كنت قريب من اللعبه جدا وبعدين جالي اصابه حصلتني شويه. فبعدين رجعت لعبت يعني ماتش النهارده الحمد لله. كم سنه دلوقتي يا احمد؟
22. 22، انت كنت موجود في النادي الاهلي؟ اه 12 سنه النادي الاهلي ده بيتي طبعا كده. ليه بقى ما خدتش فرصه في النادي الاهلي، او ليه خدت انت القرار انك تخرج من النادي الاهلي؟ لا هو يعني دايما بيبقى فيه يعني زي ما هو كابتن عماد الشناوي كابتن علي بتبقى محتاجه دور شويه يعني، هصبر كتير ولسه مش مهيئ ان انا العب واشيل النادي الاهلي يعني، دايما النادي الاهلي عايز ينافس على بطوله. صحيح. فانا لسه برضو الخبرات بتاعتي ببنيها، فعشان يعني زي ما بيقولوا الجمهور ما بيستحملش يعني. صحيح. هو النادي الاهلي السنه دي ما خدش الدوري، الجمهور مش مستحمل يعني. صحيح. فالحاله باخد الخبرات دي بره النادي ومع الفرق بره في الدوري، وان شاء الله ارجع النادي الاهلي في اي وقت. اه بصراحه بحييك جدا على القرار ده، عشان انت هتفضل طول الوقت غصب عنك اسمك احمد طارق سليمان، اسم كبير ومحترم. لو فاضل في النادي الاهلي طول الوقت او فاضل في نادي كبير طول الوقت هيقول لك هو بيلعب عشان خاطر والده، لكن انت دلوقتي بتقول لي انا طالع اثبت نفسي بنفسي وممكن ارجع في اي يوم من الايام. انا فهمت كده صح؟ مظبوط صح. انا كده فهمت صح مظبوط؟ اه مظبوط. يعني انت مستني ترجع النادي الاهلي في يوم من الايام؟ اكيد طبعا، حلم اي حد خرج من النادي يعني. انت مكمل مع مصر المقص الموسم اللي جاي ولا في خطوه جديده؟ والله انا حابب ان انا ابقى موجود في الدوري الممتاز يعني بشكل يعني بنسبه اكبر طبعا، لان يعني دوري الدرجه الثانيه بيبقى صعب جدا، ويعني برضو مصر المقصه في مجموعه الصعيد. فان شاء الله بحاول مع الاداره ان يعني ان شاء الله لو جالي عروض كويسه الفتره دي ان انا امشي. يعني مش هتكمل مع الفريق يعني بنسبه يعني. بنسبه كبيره الموسم اللي جاي. النهارده المباراه شفتها ازاي بشكل عام؟ المباراه كان مصر المقاصه بصراحه فاجئنا انه قادر يتماسك، انت كمان تالقت بشكل كبير جدا، تصورنا ان المباراه ممكن تخلص بدري بدري، بس كان في تالق لمعظم اللاعبين على مستوى الدفاع تحديدا وبالتاكيد على مستواك انت الشخصي كحارس مرمى. يا كابتن كنت دايما بحاول اوصل لزمايلي يعني ان يعني الاهلي نادي كبير والماتش اكيد هيبقى صعب، بس في الاخر احنا 11 قدام 11 يعني. يعني بالذات ماتشات الكؤوس يا كابتن بتبقى مختلفة شوية خالص عن الدوري. خصوصا ان احنا في الدوري حتى مباراة الزمالك لما خسرنا بنتيجة كبيرة يعني احنا ما كانش عندنا دوافع قوي يعني، احنا بنسبة كبيرة هبطنا في الدوري وبنسبة كبيرة، انما النهارده الكاس بطولة مختلفة، فيعني انت لو يعني اخطيت النادي الاهلي من البطولة فدي حاجة كبيرة جدا، فيعني الدوافع بس النهارده كانت مختلفة لكل اللعيبة. صحيح. حد هناك من الاهلي لاعبين او جهاز فني على مستوى اللي قدمته النهارده بعد المباراه؟ والله هنوني كابتن سيد الحفيظ بنفسه هنان يعني بعد الماتش. عظيم. وكابتن علي لطفي يعني كل زمايلي اللي في النادي بصراحه لما هنوني كلهم سلمت عليهم بعد الماتش. عظيم جدا عظيم جدا. طيب انت عندك مباراه مهمه جدا اللي جايه في الدوري قدام القانون العرب. المباراه دي حكايه. ليه بقى؟ ان احمد طارق سليمان حارس مصر المقاصه هيواجه والده مدرب حراس مرمى المقاولين العرب، احكي لي كده بيحصل ايه في الكواليس؟ دي قصه جديده. يعني هو انا كابتن طارق النهارده بيهنيني يعني، فقلت له عقبال المقاولين بقى. قلت له كده وش على طول. ما فيهاش دي بقى يعني، هو ربنا يا رب يعني يوفق، ودايما الحاجات دي تبقى مكتوبه يعني، الواحد بيعمل عليه واللي بيمليه مكان شغله عليه. صحيح صحيح. دايما دايما يعني ده حاجه، حتى النهارده وانا بلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي بيتي وقعدت فيه 12 سنه، بس اكيد انتمائي دايما بيبقى يعني للمكان اللي انا زي ما بيقولوا يعني باكل فيه عيش دلوقتي. بالتاكيد بالتاكيد. وانت يعني راجل ووالدك دايما مهذب ومحترم ومن افضل المدربين حراس المرمى في مصر، كان حارس مرمى كبير جدا ودايما بيشرفنا وينورنا هنا، فقره عظيمه جدا فقره حراس المرمى. كابتن احمد طارق سليمان انا بشكرك شكرا جزيلا، حارس مرمى فريق مصر المقاصه، تالق النهارده وقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. طيب تعالوا نكمل مع حضراتكم من ناحيه اتحاد الكوره، من ناحيه اتحاد الكوره. نيلو فينجادا المدير الفني السابق للمنتخب الاولمبي ليه شويه فلوس عند اتحاد الكوره، ليه حقيقي يعني 5000 يورو المفروض اللي هو ياخدهم من الاتحاد المصري لكره القدم ومتاخرين، فهو هدد بشكوى الاتحاد المصري للاتحاد الدولي عشان ياخد مستحقاته المتاخره. وارد ان فينجادا وكارلوس كروش يبقوا موجودين في مصر قريب، الاثنين ليهم مستحقات وعايزين ياخدوهم من اتحاد الكره، فهيحاولوا يجوا مصر عشان يخلصوا الامور بشكل ودي. وارد ان احنا نشوف بنجادا وكارلوس كروش المدير الفني السابق للمنتخب الاول موجودين في مصر خلال ايام عشان ينهوا كافه هذه الامور. الدنيا سهله. الدنيا سهله، يعني لو ليهم مستحقات هتلاقي هنا ليه ارقام قليله وهنا ليه ارقام قليله. لو هم فعلا مستحقاتهم وهي فعلا اللي المفروض ياخدوها
نمشي حالنا. سمعتنا في السوق في الكوره والتعامل ده لو ليهم حق، ما ممكن يكون اتحاد الكوره بيقول ان هم ما لهمش حق ويبقى عنده اثباتاته، بس لو ليهم حق نخلص الموضوع زي ما بيقولوا كده ايه، قعده عرب وديه كده حلوه ونخلص اللي علينا. احمد بيكهام لاعب النادي الاهلي المعار لسموحه طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره تحديد موقفه اذا كان الفريق محتاجه يرجع ولا لا، وقال له انه عنده يعني كلام على لسان بيكهام في حديثه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال له انه عنده عروض كويسه جدا من فريق سيراميكا كليوباترا وفريق فيوتشر وانديه اخرى، ومحتاج يعرف قرار النادي الاهلي بشانه، هل هيعود للفريق ولا يشوف هو حاله ومصيره. نادي الزمالك هيواجه بكره وخلاص بقى النهارده هيواجه الاسماعيلي في مواجهه في منتهى القوه. ليه في منتهى القوه؟ الاسماعيلي منتشي منتشي طبعا، حال الاسماعيلي على مدار الموسم مش حال عظيم، بس الاسماعيلي منتشي شبه ضمن البقاء في الدوري الممتاز، انتصارات في الفتره الاخيره، والزمالك حدث ولا حرج حدث ولا حرج، اداء مبهر ومدهش ونتائج كبيره، فوز بكاس مصر على وشك الفوز بالدوري، فالمباراه بكره هتبقى في منتهى الصعوبة للزمالك وطبعا للإسماعيلي. قائمة نادي الزمالك لهذه المواجهة فيها محمد عواد ومحمد نديم في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وحمزة المسلوسي، وفي خط الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف رؤى وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أمامة و شيكابالا احمد سيد زيزو وسيد نيمار، وخط الهجوم هيكون فيه سيف الجزيري وعمر السعيد ويوسف اسامه نبيه. القائمه ما فيهاش لاعبين مهمين زي محمود الونش وسيف جعفر بسبب الاصابه، وايمن حفني ومحمد طارق والسيد عطيه لاسباب فنيه يعرفها فقط المدير الفني. اما قائمه النادي الاسماعيلي لهذه المواجهه ففيها محمد فوزي واحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسه المرمى، وفي خط الدفاع عمرو الحلواني ومحمد دسوقي ومحمد او محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي، وفي خط الوسط عمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا واحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي واحمد مصطفى ومحمد عبد السميع حسن ياسين، وفي خط الهجوم خالد الكبروسي ومحمد النبريسي ومحمد الشامي. دي قائمة الإسماعيلي وقائمة نادي الزمالك أيضا. النهاردة الحاجات اللي ما بتحصلش في أوروبا، ركز معايا، الحاجات اللي ما بتحصلش في أوروبا، مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، مباراة خلصت بالتعادل 2-2، دي النتيجة. خناقة شوارع بين توخيل مدرب تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام، واحد ألماني وواحد إيطالي مسكوا خناق في بعض، شد بالإيد ودخل في بعض، وبص أزمة، خناقة أهو يا عم، اللي ما بيحصلش في أوروبا. هو بصراحة شديدة الكلام ده ما بيحصلش في مصر. عندنا شوية حاجات في الكرة المصرية، مش عندهم طبعا، بس الحاجات دي برضو ما شفناش اتنين مدربين ماسكين في بعض نادرا، يعني مش فاكر الحكايه كانت امتى مسكوا في بعض اثناء المباراه ومسكوا في بعض بعد المباراه. الراجل كنت رايح يسلم على توخيل راح مسكه من ايده شده اللي هو انت هتمسكني من ايدي، فاهم انت اللي هو خناقه حرفيا. فاول حاجه جت في بالي الجمله الشهيره اللي دايما نقولها، يا عم ده ما بيحصلش في اوروبا الكلام ده. طب بيحصلش في اوروبا؟ بيحصل في اوروبا وما بيحصلش عندنا، والحمد لله وربنا يحمينا ويهدينا ويهدي مدربينا. هما ده الدوري الانجليزي اهم دوري في العالم، اكبر دوري في العالم، اتنين دول من اكبر المدربين اللي في العالم، اللي يمكن في تاريخ الكوره كمان، اتنين مسكوا في بعض شدوا في بعض. المباراه كانت حلوه عامه، يعني تشيلسي وتوتنهام النهارده كانت مباراه في منتهى المتعه كعاده كل مباريات الدوري الانجليزي. يعني النهارده كمان في الدوري الاسباني ريال مدريد حقق فوز مهم جدا على المريا في بدايه مشوار المريا، تقدم على ريال مدريد في الدقيقه الثالثه، وبعد كده قدر ريال مدريد يسجل هدفين في الشوط الثاني ويفوز على فريق المريا في مستهل مشوار ريال مدريد في الحفاظ على لقبه ولقب الدوري الاسباني. يمكن كانت من ابرز المباريات النهارده، سواء مباراه تشيلسي وتوتنهام في الدوري الانجليزي او
مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الأسباني. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيكون ضيوفي الكباتن الكبار كابتن عمرو الحديدي كابتن أحمد حسن دروجبا. خليكم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني وينورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن عمرو الحديدي. يا كابتن عمرو مشرف ومنور حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. حلوة؟ نعم الحمد لله يا رب دايما. وايضا كابتننا الكبير كابتن احمد حسن دروجبا. كابتن احمد مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كابتن كريم، انا مبسوط طبعا ان انا مع حضرتك النهارده ومع الكابتن عمرو الحديدي. انا اسعد بكتير. ربنا يخليك. كان هداف كبير يا كابتن. طبعا كان هداف كبير، بس معاك صخره بقى طبعا. لو كنت بتلعب قدامك الحمد لله اني ما لحقتش. لو كنت بتلعب قدامك كنت هتبقى هداف كبير، كان هيبقى عندك مشكله بقى. طيب عامل ايه يا كابتن عمرو؟ تمام يا كريم. الاهلي والمقصه النهارده، الاهلي لحد الدقيقه 94 ما كانش مسجل هدف. بص المقصة بكل الظروف الصعبة دي، الفريق هبط لدوري الدرجة الثانية بشكل رسمي، والأهلي عانى النهاردة قدام مصر المقصة. ليه عانى الأهلي النهاردة قدام مصر المقصة؟ هقول لك على حاجة كريم، ماتش الأهلي والمقصة كان ليه سيناريوهين في دماغ الخواجة. أنت الماتش الأولاني ماتش الاتحاد حققت، الناس ابتدت تسألك على أحمد سيد غريب وعلى زياد طارق. الماتش الثاني لقيناك غيرت المفهوم ولعبت تاو وميكسوني وحسام حسن أحرزوا الأهداف. دلوقتي انت ما بقاش عندك البدائل بعد الاجازه للعيبه اللي موجوده، البدائل اللي تقدر تغير بيها مجريات مباراه. اللعب بفكره يعني حتى اقل حاجه موجوده في سيناريو المباراه، القرارن ما فيهاش حتى جمله. الفاولات كنت بحكي لاحمد في الاستراحه بيشاوروا مين اللي يسدد، مع ان المفروض احنا عارفين ان المحاضره ما بتتقال بتقال واحد واثنين وثلاثه. عايز تعرف ايه هي المشكله؟ في كلمه بسيطه جدا. حتى ضربة الجزاء وهي بتتشاط، بص رامي ربيعة ملامحه عاملة ازاي. كنت بحكي لأحمد برضو، انت محتار ما بين حاجتين، العامل النفسي انك تقنع تقدم أوراق اعتمادك للجماهير، وانا موجود ولا مش موجود، وهكسب ولا مش هكسب. بص صح. بقى عندك ثلاث مشاكل صح. الأداء عشان تقنع بيه الجماهير، أداء ونتيجة واستحواذ مش موجودين صحيح. طيب انا هبقى موجود ولا دي فترة اختبار ليا، انا هبقى متواجد ولا إعارة ولا بيع. طيب كل ده بيدور معاك وانت مش عارف انت بتحسبها لنفسك ازاي، بالحتة ولا بتحسبها توتال. انت الوحيد اللي قلنا عليه من اسبوعين انا قلتها الحمد لله على السلامة، قالوا ديانج بيعمل شغل حمدي فتحي وشغل قفشة وصانع العاب، حتى وهو بيسدد الكرة تحس انه مش مبسوط، تحس انه هو زعلان، تحس انه هو متضايق. اما بتيجي تعمل غيارات بقت الناس برا عندها وعي مين اللي يغير. انت زي ما بتلعبش بتلعب كريم في باك ليفت، لا نزل بقى محمد اشرف عشان يديني الشغل. على راي احمد انت عملت كام اوفر، كام الاوفر كروس اللي انت عملته بلالين لمين؟ هو انا عارف ابقى متواجد وبكثافه عدديه وعندي انفلات هجومي جوه الصندوق، عشان احمد عنده الحس كفيرويد بيقول الكلام ده. اللعب الجماعي اللي مميز النادي الاهلي، انت قفلت الجيم 21 لاعب بحارس المرمى موجودين في ثلث ملعب، قفلت العمق، اشتغلت مع الاطراف. خلاص بدل قفلت النادي الاهلي الجزء الداخلي، خلاص الاطراف ما عندهاش الشغل ده، اذا كان هاني او حلول. مش ما عندهاش، ما فيش حلول صح. ابتديت تتعامل بالحلول الفرديه صح. بس انا مش هرقص 11 لاعب ولا هخش اشتغل هركليز واشتغل فردي في حتت معينه صح. كابتن عيد مرزيق خد فيها مكسب، ايه هي؟ لعيبتك الصغيره ما بقاش في رهبه من المباراه دي. وانا كنت موجود ضد النادي الاهلي وحش افريقي صح، البرونزيه لكاس العالم للانديه. يعني انا انت اما هلعب في ممتاز به انت مش هتلعب اجمد من الناس دي صح. ادي واحد. اتنين، عرفت امكانيات لعيبتك اللي انت هتشتغل بيها بعد الصفقات اللي انت هتخرجها من عندك وتوديها مكان تاني. بقى عندك شغل الموسم الجديد، انت بداته مباراه الاهلي النهارده كمصر المقص. خلاص شكرا. يبقى هو ده الاهلي النهارده لعب عمله واللي عمله مصر المقاصة النهارده. مصر المقاصة حتى هو خسران طلع ناجح، انه قدر يوصل للمرحله دي مع النادي الاهلي بعد ما كان خسران من الزمالك 5، يقدر يعمل كده مع النادي الاهلي، فده شكل جاي من مصر المقاصة. بص يا كابتن، اضافه للكابتن لكلام الكابتن عمرو، يعني النهارده المقاصة ليها شكل برغم انها خسرت، ليها شكل على النادي الاهلي باين يا كابتن. شغل المدرب، واقفين صح، قافلين الملعب صح، قافلين من العمق صح، حتى الحلول في المواقف اللي زي دي يا كابتن، يا اما كروسات يا اما تصويب صحيح. طيب احنا النهارده النادي الاهلي اختار ان هو يلعب من على الاطراف،
مفيش اوفر، كل الاوفرات بالونه. طيب انا خسرت برضو الشغل من على الاطراف، مفيش تصويب. تصويبه يا كابتن طول الماتش بتاع الو ديانج، ويمكن كمان ما كانتش مهيئه، كانت صح عادية. فانا بصراحه يعني انا مش عاجبني اداء النادي الاهلي، مش من النهارده بس، حتى في مباراه الاتحاد رغم ان احنا كسبنا. لو خدت بالك ماتش المصري لحد الدقيقه 75 ما كانش فيه غير هجمه للنادي الاهلي، وعمرنا ما شفنا النادي الاهلي حتى لو بيلعب بفرقه 18 سنه يظهر بالشكل ده. تفسيرك ايه؟ مدرب، مدير فني. شكل اللعيبه في الملعب بيبان من المدير الفني، واقف كويس، بتطلع بالكوره من تحت كويس، بتشتغل على الهجمه المرتده، بتشتغل من على الاطراف، بيبقى فيه عامه بيبقى فيه شغل متجهز من الوحدات التدريبيه اللي انت شغال عليها طول الاسبوع. صحيح. رقم اتنين، انت ماسك الفرقه ده 11 ماتش. الماتش رقم 11 في وقت ضيق. لكن معلش الكابتن عمرو قال لك، وانا برضو الكلام ده انا قلته قبل كده، المدرب لو مش باين شغله على الاقل خلص الضربات الثابته فاول كورنر، مفيش. صح. النهارده انا واقف اللعيبه بتتخانق على ياخد الكوره او بيكلموا بعض على اللي يشوط فاول. صحيح. طب الحاجات دي المفروض اصلا بتبقى منظمه ومرتبه قبل زي ضربات الجزاء. رقم واحد بيبقى كذا، رقم اتنين بيبقى كذا. لكن احنا انا عن نفسي يعني اتمنى ان النادي الاهلي يفكر في المدير الفني. وكمان السؤال اللي عايز اساله، مين اللي اختار المدير الفني؟ وعلى اساس انت جبته؟ النادي الاهلي نادي كبير. النادي الاهلي نادي كبير، انت مش هينفع تجيب لي مدرب تقول لي ياخد معاه وقت ونجربه ونشوف ما في النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي نادي كبير معروف بتاريخه بجمهوره، بجيب مدرب على اعلى مستوى. انا عمري ما سمعت عن سواريش. طيب في نقطه مهمه قوي يا كريم فضل. من كلام احمد، فاكر لما جينا هنا في البرنامج وكنا بنقول كل ما الناس تسال كروش على شريف وقفشه وطارق حامد الردود بتاعته بتبقى عكس الكلام؟ كل مره في المؤتمر بيسالوه على مكسوني يقول لك انا بريح الناشئين عشان احمال الشغل مش هتوفيهم الامكانيات ان هو يستمر معايا. فايلر كان راجل بيبقى واقف في الملعب، ليه محلل اداء بيكتب وهو مجمع. تمام. المدرب اللي يتدور ويبص للدكه ويشاور لتصحيح خطا عمله دروجبا ليا، انت بتشرح لمين؟ طب ما هو موسيماني كان بيعمل كده على طول. طب ما احنا كلنا قلنا عليه هو بدأها يشاور المفروض تعمل كذا، هو مين اللي بيعلم مين؟ بس كان ناجح. ناجح ليه؟ اه. كان معاك المنسوب بتاع اللعيبه دي صح 98%. تمام. ابتدى يقل بوضوح. انا عايز اسأل، من ما انتهى فايلر موسيماني كمل؟ ما عادش كابتن الكلام اللي وصل ليه الاهلي دلوقتي بسبب موسيماني، هو استهلك كل اللعيبه، خلص على اللعيبه. احمد قالها لك، انت ليه ما عملتش روتيشن؟ طيب اذا ليه بتلومه على سواريش؟ لا مش هلوم عليه، بس هقول لك على حاجه. اما اكون جاي لك برنامج عند كريم في اساسيات بتكلم فيها وحاجات بسيطه هتعامل معاها. اللي عمله موسيماني بعد فايلر العامل النفسي مع لعيبه النادي الاهلي، كسب كل استحسان اللعيبه مع الشغل والاداء والهدوء والمناخ اشتغل. تمام. سواريش جه في معادله صعبه، خساره افريقيا، خساره الدوري. انت بتتكلم في ايه؟ انت مطلوب منك كمان اسبوعين هتلعب سوبر. هتكون جبت الصفقات الجديده، هتعلن عنها، هتتكلم عنه. هو مكمل ولا مش مكمل؟ هو مكمل ولا مش مكمل؟ هو ممكن ما يكملش. طبعا ده المفروض ما يكملش، ده الطبيعي ان هو ما يكملش. انت اوراق اعتماده، انا سامعك في الفاصل، اوراق اعتماد سوريش لجماهير النادي الاهلي مش مقنعه. ايوه ما هو ظروف صعبه. انا فكره انا متفق في جزء انه اديني ملامح، هو لسه ما اداش الملامح دي. كابتن فرقه 2001 بس ما هو ظروف صعبه جدا في النادي الاهلي. فرقه كويسه يا كابتن. انت كسبان المصري، معلش، في النادي المصري فريق كبير. فرقه 2001 في النادي الاهلي فريق كويس جدا، فما اعتقدش ان العيب في اللعيبه. المدير الفني لازم بصمته تبان. هو لسه مع اي ليفل، مع اي ليفل في رابطه الانديه، اما لاعب الولاد كلهم الصغيرين كاملين
بمانو بشرقيه ولعب قصاد المقاولين مش حقق التارجت بتاعها هبطت مش المقصه دي مش هبطت شكلهم النهارده واقف واقفين شكل المدرب صح. باين على الفرق بس موسيماني كان قادر يشوف اللعيبه الشباب اللي انت بتتكلم عنهم جيل 2001 انت هو ما قدرش يشوف انت قلت كلمه في الفاصل مهمه قوي اوراق اعتماد كل ولد صغير عايز يثبت نفسه للمدير الفني عشان اكون حاجز مكان او اقدم اعتبار اوراق اعتمادي للجماهير صح. على الاقل صح. سواريش خد استهلاك لعيبه الدرجه الاولى اللي خدهم من موسيماني صحيح طيب وانت شغال يعني هنعيد الكره نقول اللي خده ايهاب جلال بعد كروش انهيار صح. للمنتخب ما هي نفس الشبيه النادي الاهلي يا كريم ما عندوش استعداد غير ثلاث حاجات تحقيق البطولات استحواذ امكانيات لعيبه تقنع اسم الكيان النادي الاهلي دوله جوه دوله انت مطلوب منك تقنع ما كل دول بس ما فيش كده بس يعني كابتن عمرو النقطه انه فنيا الراجل ده ما اشتغلش يعني ما لحقش يدرب هو بياخد كل 3 ايام اي ملامح كل 3 ايام اي رسمه بالقلم الرصاص تبين شكل التابلونه عارفين من غير تدريب يا كابتن ده لو من تمرينه واحده طبيعي جدا هيجي لك فاول هيجي لك كورنر فين الحاجات دي ما هو ده تكتيك برضو من ضمن الحاجات بتاع المدير الفني الكرة الثابتة احنا مدربين بلاش تتكلم في جمل كامله انا مدرب كنت سافر كنت هشتغل مع فريق 2001 مع مستر بروكيتش المدير الفني التشيكي للقطاع النادي الاهلي كنت صعدت مع الفرق فاحنا برضو احنا مدربين والحاجات دي بنشرحها للعيبه بتاعتنا الفاولات الكورنر الحاجات الضربات الثابته دي بيبقى ليها شغل طبعا فهو حتى الحاجات دي مش باينه يعني دي اسهل حاجه للمدير الفني يعمل جمل تكتيكيه صح مش موجود الفكره كابتن عمرو انا معاكم وانا النهارده وانا بتفرج على المباراه بقول يعني على الاقل حتى لو شفهيا شرح للعيبه حاجات ممكن يعرفوا يطبقوها بس انت ما بتشوفش اي حاجه بتحصل بس انا عايز الجمله اللي حضرتك قلتها هي اللي صدمتني شويه انه لا ممكن يمشي ما هو ما اشتغلش في ظروف طبيعيه عشان يتم تقييمه بالشكل السليم هنقول ان هو ما اختارش اللعيبه هو جه في وقت بالظبط في مشكله فيه او في لعيبه مستهلكه انخفاض في مستوى لعيبه النادي جاي لعيبه مستهلكه ولعيبه شباب بيتصعدوا في منهم اللي بيتصعد لاول مره كمنافسات قويه عشان كاس الرابطه برده في النهايه الاهلي ما كانش بيديها اهتمام تمام. بس دي منافسات قويه دوري وكاس الحاجة الأهم إن هو جاي على نهائي كاس مصر مثلا جاي على منافسة شديدة جدا في الدوري في آخرها مش في نصها تمام. فالظروف كلها ما تخليناش مش للنجاح ومش للنجاح لمدير فني ومش للحكم يعني ما أقدرش أحكم حكم بات على الراجل ده وأقول إن هو مش ناجح الراجل بتقول دلوقتي لا ممكن يمشي ويمشي طبعا ما أنا هقول لك على حاجة دلوقتي أنت في مرحلة إعداد جديدة وإحلال وتجديد لفرقة النادي الأهلي صحيح كويس أنت اللي هتختار كريم رمزي هو اللي هيختار اللعيبه اللي موجوده اللي السنه جايه هو اللي هيختار صح لو في اسم وانت بتذكره للناس الميديا كلها تكتب لك بناء على ايه انت تعرفه منين شفته فين فايلر كان غامض بالنسبه لنا بس من اول لحظه علم بامكانياته على سان داونز شكله شخصيته في الملعب موسيماني حافظ النادي الاهلي من بطوله افريقيا والامكانيات ولعب الاهلي مره واثنين وثلاثه انت لو جبت اي مدرب عربي معين الشعباني وليد الكروكي هتلاقوا لعبوا النادي الاهلي كتير انت دلوقتي النادي الاهلي احمد كنا بندردش جوه الاهلي لو اتقفل من العمق عمل له مشكله ما انا عايز اشتغل على الاطراف عشان عندي يبقى قوه هجوميه وابقى عندي فلات هجومي عندي حلول عذرا برضه انا ما بحاولش ادافع عن سؤال عشان انا لسه برضه قريب منكم انا مش شايف له ملامح بس ما هو الراجل ده وهو عشان اشتغل على الاطراف جيت لقيت طاهر محمد طاهر مصاب لقيت حسين الشحات مصاب لقيت بيرسي تاو مصاب لقيت كل الاجنحه اللي في الفرقه واحمد عبد القادر اصيب كل الاجنحه مثلا بالمقصه هبطت كل دول اللي ليك بص كلامك شابوه كريم رمزي ما حدش اتكلم طب ممكن تقول لي ايه الموقف اللي ما بينه وما بين مكسوني مصمم انا مش قادر اجاوب جوايا ارضي غروري واقول ليه بطلع مبرر يمكن بيشوفه طب انا هشوفه مره واثنين وثلاثه طب يمكن بيحط لمسات ان الراجل نفسيته سيئه فبيهيئه انه يخلي رجليه في الملعب فيديله عشان يستعيب مش يستوعب او يستدرك الموقف مش لاقي في حاجه كمان امور تسويقيه
انا هبيع ازاي لاعب جايبه بسعر كبير جدا وهو قاعد معايا على الدكه. انت هو ده كده هيتباع؟ ما اعرفش يعني، هو ممكن يكون ده الفكر انه الاهلي ده بيحصل في اوروبا كمان، في بعض اللاعبين بييجوا في اخر الموسم الفرق بتاعتهم بتشاركهم عشان اقدر اسوقهم بعد كده بدل ما هم مش موجودين خالص. طب هقول لك على حاجه، معظم اللعيبه من وجهه نظر لو همشيها بالتسلسل، واحمد مش عارف احمد يعيدني ولا لا، محمود متولي جاي، انا بقول جاي، محمد محمود جاي، في حد انت متمسم بتتوسم فيه خير هيجي، زياد طارق مباشر جاي. جدا احمد سيد مباشر جدا، بص احمد وزياد وميدو ومحمد اشرف صغيرين، بص صغيرين ده النادي بيتهم اللي اتربوا وعارفين اساسيات الشغل من الصغر ايه. انت تعرف كابتن احمد قطاع الناشئين في الاهلي كويس، وعارف انه في لاعبين كويسين، اللاعبين دول ليه ما طلعوش من بدري؟ يعني دلوقتي دول اللاعبين الناشئين دول، بس عشان افكر الناس دول طلعوا بقرار مجلس اداره بعد يعني ما اتزرق. مفيش مدرب، مش سواريش ولا موسيماني ولا اللي قبله، يعني مفيش مدرب كان بيجي اجنبي في الاهلي وبيقرر انه يطلع عدد من الناشئين. بص موسيماني الموسم اللي فات كان بيجي لنا القطاع، عارف انت اوقات كنت بحس ان هو جاي رحله بيأدي شغله وخلاص، عارف انت اللي هو ايه، اتقال له روح قطاع الناشئين فراح، راح مرتين كده ولا حاجه. لكن اشوف حد يطلع مفيش. فرقه 2001 فرقه كويسه جدا. يعني لما كان بيروح قطاع الناشئين بيعمل ايه؟ بيبص على الفرق. ما هو ده اللي المفروض يعمله. طيب انت الفرق الثانيه واحد حاجه، فرقه 2001 دي المفروض ان هي مرتبطه بالفريق الاول معروفه. فانت عندك فرقه كويسه، وانت شفت احمد سيد غريب كويس، شفت داميدو نبيل ده 2004، شفت بعض اللعيبه كويسين في الفرقه، ودول انت ما حاولتش تطلعهم معاك ولا تشاركهم. انت الموسم اللي فات ما انت كنت بتكسب، صح؟ ما عملتش ليه روتيشن بين اللعيبه، ما كنتش خلصت على اللعيبه الاساسيه بالشكل ده، عامل تطعيمات كويسه. ده موسيماني في رايي كان في مشكله اكبر، انه كان بيعتمد على حوالي 13 14 لاعب، وباقي القائمه اصلا بيعتمدش عليها. ما ده غلط، على الناشئين والشباب. ما ده غلط، فعشان كده اللعيبه استهلكت تماما. انت ما كنت بتفكر في حمدي فتحي اتعور، فكرت في عمرو سلاح اتعور، قالوا ديانج، انت الثلاثه اللي هم رمانه ميزان يظبطوا اي هيكل اتعور. انا الموضوع ده انا ممكن اعتمد على 13 لاعب كمان، بس الكلام ده في الانديه الثانيه اللي هي في اخر الجدول او في انديه امكانياتها ضعيفه. لكن انا في النادي الاهلي المفروض الاساسي زي الاحتياطي والاحتياطي زي الاساسي. ما ينفعش يعني اخلص. اقول لكم حاجه، شيء بشيء يذكر، يعني ريال مدريد كان عنده الاسبوع اللي فات مباراه السوبر الاوروبي، النهارده انشيلوتي في مباراه ريال مدريد الاولى في الدوري قدام الميريا عامل روتيشن، يعني قاعد ديفيد ألابا بره، قاعد كازيميرو بره، ومنزل باتشو. طب هو ده اللي المفروض في الاهلي يبقى بالشكل ده. انت بتخيل ده لسه احنا لسه ده اللعيبه اللي ما لحقتش تتعب، لسه بادئين الموسم، وقال لك لا عامل روتيشن عشان اللعيبه ما تتصابش مني. تخيل بص هو بيفكر ازاي. يعني تفصيله النهارده لأ. كمان في لو لاحظت التغييرات خلال الفتره اللي فاتت، بيشيل فيرود يطلق يدخل فيرود، لعيب بلعيب مكان بمكان، فما فيش كده في الدنيا. بس انتوا خضتوني النهارده في موضوع. لا هقول لك على حاجه كريم، احنا مش بنهاجمه. بص دروبا بيقول لك ايه، لا خضتوني بفكره انه انت بتقول لي ممكن يرحل. لا ما انت في ممكن حاجه، انا دلوقتي يعني وصلت للدقيقه 65 70 ولسه الماتش درون، والماتش منحصر في نص في تلت الملعب. ما اتنين فراوده، المفروض اللعيب بتاعي جاهز ان انا اغير ومشت لعيبه النادي الاهلي تتفصل اي شكل. تقدر ثلاثه. هقول لك على حاجه، لغايه الدقيقه 90 انت بتلعب بثلاثه، متولي وربيعه ومحمد منعم، وانا بيهاجمني فرد واحد بيلعب على المرتده. طب هقول لك على حاجه، افرض الكره اللي جابها جون ايفري داخل الجون، هتعمل ايه؟ ساعتها كان هيخاطر بقى. ما انت دلوقتي كابتن عايز عنده راحه، انا جبت جون، فلسه الاهلي هيتعادل وهيبتدي يهاجمني، يعني لسه في خطوتين مش خطوه واحده. اما الاهلي جاب جون خلاص، الناس كلها شافت ان المقصه زي مباراه الزمالك من الاول، هضغط خمسه واربعه وسته وثمانيه وزي ما يجوا. توصل بك اللعيب وهو منهار من الانفعال، ان بيقول لك الكره مش ضربه جزاء، انا حقي كابتن. انا صح اتفضل. شخصيه المدير الفني بتبان على اللعيبه داخل الملعب. بص للكابتن حسام حسن لما بيمسك اي فرقه اللعيبه بتتحول ازاي. بص ليفربول الفرقه بتشتغل ازاي. بص الاتلتيكو مدريد المدير الفني بس انت برضو بيب جوارديولا اول ما راح مانشستر سيتي كان مانشستر سيتي بيعاني، يعني الراجل يعني في مدربين بس شغله باين. اقول لك يا كريم، خلينا في مصر عشان احنا ما بنكرر، شغله باين، مفتوح، هيجرى لنا حاجه. ما هي كوره، ما هي كوره،
بس يعني الناس اللي هناك دي مش اختراع يعني، بس الناس اللي هناك دي من غير الاختراع هي بتمشي بالمعادله اللي مرسومه مهما كان المدير الفني موجود. اما احنا هنا لازم اغير المعادله واغير شكلها واعمل الفنكوش واعمل له بطعم واثنين وثلاثه واربعه وعشره. مين اللعيبه اللي تمشي من الاهلي الموسم؟ لا تمشي دي ما بص ما هقول لك على حاجه، انا عندي كلمه بسيطه جدا، اللعيب اللي مش حاسس بقيمه النادي الاهلي بكل اريحيه يقلع التيشيرت ويقول انا مش عايز اكمل. هو في نقطه خطيره دي مهمه قوي انا شايفها في النادي الاهلي بقاله 3 4 سنين، العين اللي بتختار اللاعب. اه صح. احنا معلش يعني ما من غير زعل، امير مرتضى منصور في نادي الزمالك بيعمل صفقات قويه جدا، والصفقات نادي الزمالك اخر 3 4 سنين قويه جدا. فاحنا الصفقات في النادي الاهلي انا مش شايف حد يعني، حتى بدر بنون اللي قلنا هيشيل الدفاع بس انت مشيته. لو بالمقارنه بالثلاث اربع سنين زي ما انت قلت هيرد عليك حد من الاهلي يقول لك ما في الثلاث اربع سنين دول انا واخد 2 دوري ابطال افريقيا واخد حققت 13 بطوله يعني. ما هو برضو لو انت هتكلمني على الصفقات، ما هي الصفقات الاهلي عملها هي اللي كسبته البطولات دي. طيب ودلوقتي ما هو دلوقتي مش هي الصفقات دي اللي موجوده دلوقتي؟ اه ممكن تقول مثلا في المراحل الاخيره كان في صفقات مش كويسه يعني، ممكن تحدد عادي، ممكن تقول لي مثلا ميكيسوني ما كانتش صفقه كويسه. طب ما انا بقول لك تقول لي اخر 3 4 سنين ما كانش صفقه، بس كل الانديه بما فيهم الزمالك والاسماعيلي والمصري والاهلي في صفقات كده بتعكس. بس اقول لك حاجه يا كريم، احنا يعني احنا بيرستاو قدم اوراق اعتماده في مباراه الاسماعيلي، مصر كلها قالت لك بس جبنا اللي جبنا امهر لعيب. هو ما هو في النهايه انا لو النادي الاهلي مسؤول تعاقدات وجبت بيرسيتاو انا كده نجحت. ليه؟ انا جايب لعيب منتخب جنوب افريقيا متالق جدا، جايب لعيب من انجلترا، جايب لعيب يعني هداف. اه يعني انا مش جايب لعيب قليل، كون بقى ان هو ما قدمش مستوى فانا هنا كتعاقدات في النادي الاهلي ما اخترتش غلط. لا انت بص هو مش احمد مش قصده مش موضوع اخترت غلط، هم دول اللي حققوا في ماتش الوداد، هم دول اللي حققوا في كاس العالم للانديه، هم دول اللي مصر كلها اتكلمت على الميديا ان الاهلي هيلاعب الهلال وهتبقى مشكله في كاس العالم للانديه، كسبنا 4. مظبوط. هم دول مظبوط. ايه اللي حصل؟ احمد عبد القادر، موضوع الاصابات، النادي الاهلي بقى عنده مستشفى فيها ناس مصابه. صح. مستشفى كامله. صح. كل يوم النهارده كريم خارج بكيس الثلج على العضله الخلفيه. صحيح. النهارده قالوا ديانج في كره بيعمل 1-2 مع محمد هاني رجع بظهر وقع، انا قلت بس اتعور. ما هو ده اللي باقي لك من الثمره القديمه. صحيح. هو مين بطل الدوري السنه اللي فاتت يا كابتن؟ الزمالك. والسنه دي؟ غالبا الزمالك. هل الزمالك من نفسه كده ولا في عين شافت لعيبه كويسه؟ الزمالك كان عنده جديد. فترتين كده مقفولين. يعني طيب. الزمالك اصلا ما عملش تعاقدات كمان جديده، بالعكس ده استغنى عن لاعبين يعني، او يعني لاعبين خرجوا. جايب لعيبه صغيره تلعب 10 سنين خلي بالك. في لعيبه فعلا. لا هو الزمالك عنده لعيبه، بس انا برضو عايز اوضح نقطه مهمه جدا، السبب اللي وصل النادي الاهلي لكده موسيماني. موسيماني بالظبط. كابتن الخطيب قال لك في المؤتمر الصحفي احنا مش ملايكه، احنا في خطا. طبعا في خطا موجود. اهم حاجه انك تعرفه وتصلحه، تعرفه وتتلاشاه، عشان انت مش مطلوب منك غير كده. لو رجعت بالذاكره 91 92 كان مستر ديفيد ماكاي وكابتن فاروق جعفر كسبوا 91 92 92 93، والكابتن انور بيسيب كتب مجموعه لعيبه كان ليا الشرف ان انا اكون في النادي الاهلي من ضمن المجموعه دي. يعني انا هقول من المحله، واحمد كان في المحله ووائل كان في المحله. في الوقت ده جه جمال السيد، جابوا الذهب، جه كمونه، جه رضا، جه مجدي طلبه، جه عماره، جه ياسر رضوان، فيليكس، جبت عملت احتفظنا بكل القيم والاسماء الكبيره، وجبت حسام وابراهيم من نيوشاتل، احتفظنا باسماء اللعيبه الكبيره دي. صح. انت عملت حاجتين، الاهلي كان بيلعب بطوله عربيه في تونس وبيلعب افريقيا في مصر. صحيح. معاه فرقتين. صحيح. كابتن احمد ماهر رحمه الله عليه موجود واحنا بنلعب في اثيوبيا، وهاريس كان موجود في القاهره بيلعب. صح. في الوقت ده انت معاك فرقتين وعودتنا ان يبقى عندك فرقه واثنين وثلاثه. مظبوط. اما فكرت تلعب نادي الزمالك بالناشئين في المشكله اللي حصلت ما بين الكابتن صالح والكابتن جوهري، ظهر ما احتفظنا بالالقاب كابتن بدر رجب وكابتن محمد سعد وكابتن عبد الصادق وشمس حامد وحماده مرزوق وجماعه احمد جمال وضيع عبد الصمد، كل الاسماء دي كانت موجوده. صحيح. جوزيه كان بيعملها معانا في 2009 يا كابتن. احنا كنا 5 فراوده في النادي الاهلي في مره، كان كل الناس كل اللعيبه كانت بتلعب، كله بيلعب روتيشن حقيقي، وكل الناس بتاخد عشان تبقى جاهز. بص هو يقول لك مين الخمسه. وانا هقول لك واحنا في فارس كان مين الخمسه. محمد رمضان، فيليكس، حسام حسن، احمد عبد الفتاح،
كشري رمضان ايه ده ايمن شوقي ستة صحيح وبتلعب اتنين خط الظهر جمال وابو الدهب وكمونه وايوب وانا ويوسف ومشير وابراهيم سعيد وحسام غالي وشرف بتلعب وعلاء عبد الصادق بتلعب من ال11 اتنين كان عندك اسامه حسني بلال هاني العجيزي كان خالد بيبو لا ما كان خالد لا ملحقوش كان فضل وقتها كان اسامه حسني بلال وانا والعجيزي وكان بقى متعب كان لسه وفلافيو خامس صح ميدو فلافيو عبد الحميد حسن لا جه مع عمان وزيه يعني عموما الوضع في النادي الاهلي كده كده اصلا في اطار التعديل بحسب ما قال الكابتن محمود الخطيب وانت قلت حاجه مهمه جدا وانا ممكن اقول لك معلومه ان الاهلي فعلا اتم صفقات جديده مهمه مطلوب يا كابتن لسبب اولا انت بتجيب لعيب كويس كتير يا كريم مش واحد ولا اتنين لا كتير بتجيب لعيب كويس اشتري كتير النادي الاهلي عشان بيتعاقد مع لاعب اساسي زي احتياطي فطبيعي ان انت لازم تلعب الناس صح علشان اللي هتجيب لعيب كويس وما لعبتوش طبيعي انه مش هيبقى عايز يقعد مش هيبقى جاهز في ايوه مش هيبقى عايز يقعد في حاجه في الكوره كده بنقولها بلغه الكوره انا عايز لعيب جعان كوره حلوه دي حلوه دي زي الشباب اللي في الاهلي انا عايز اختم الفقره دي بالحته بتاعت جعان كوره الاهلي فعلا محتاج لعيبه جعانه كوره طبعا صحيح. يعني لعيبه صغيره صحيح. محتاجه تثبت نفسها لسه صحيح. عايزه اللعيب بيجي النادي الاهلي عادي بيبقى سوبر ستار بالظبط بايه بتحقيق البطولات وبتحقيق الانجازات مش العكس النادي مش العكس عمر النادي الاهلي لو هنحسبها جمله بسيطه مانويل جوزيه اهلي عمل مانويل جوزيه مش مانويل جوزيه اللي عمل النادي الاهلي هو ممكن مفيش حد مورينيو عمل تشيلسي العكس مش المدير الفني هو اللي ايده او جارديولا هو اللي فرق في الامكانيات كابتن عمرو دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بستمتع جدا بتواجدك معاك حبيبي كريم ربنا يخليك حبيبي شكرا جزيلا كابتن احمد دايما نجم ودايما مهاجم كبير دايما نفتكرك بالخير ودايما اسمه محترم ربنا يخليك يا كابتن كريم واشكرك اشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الاساتذه الكبار استاذ محمود صبري استاذ شريف عبد القادر خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مره اخرى شرفني وينورني الاساتذه الكبار الاستاذ محمود صبري الاستاذ شريف عبد القادر استاذ محمود مشرف ومنور كالعاده منور الدنيا اخبار حضرتك ايه بارك كله بخير تمام استاذ شريف مشرف ومنور كالعاده دايما الحمد لله ربنا يخليك سعيد بوجودي معاك ومع الاستاذ محمود انا اسف وبنعزي اهالينا ضحايا كنيسه امبابه ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم ويشفي المصابين ان شاء الله يا رب يا رب استاذ محمود الاهلي النهارده الاداء غير متوقع يعني فاهمين الاهلي في مرحله صعود وهبوط مرحله عدم استقرار فني في الملعب ولكن منافس هبط رسميا الى دوري الدرجه الثانيه منافس ما عندوش امكانيات فتصورنا الاهلي النهارده هيقدر يحسم المباراه دي بسهوله لحد ما وصلنا للدقيقه 94 عشان الاهلي يحقق الهدف اللي كان عايزه ويسجل الهدف ويصعد لدور الثمانيه من كاس مصر ليه النهارده الاهلي ما ظهرش بشكل جيد والله مفاجاه كريم مفاجأة بأمانة شديدة ومفاجأة وتحط علامات استفهام حول أداء المدرب الفني لأن المدرب الفني لعب قدام فريق المقصة في الدوري وكسبه بهدف ديان نفسه والمقصة كان ليه يسجل هدفين تسلل هم صحيح تسلل طبعا بس وصل يعني اتلغوا ده برضو بيحط علامات استفهام كمان ضيف على المدير الفني ضيف على اللعيبة يعني برضو اداء اللعيبه برضو عليه حاجات غريبه جدا ومش مفهومه يعني انت لعبت من يومين قدام المصري ماتش فيه روح وفيه تفاعل ورغم ان الناس كلها اتفاجئت بالتشكيل بعد مباراه الاتحاد فوجئت بالعناصر الشباب والناس بدات تحس ان في حاجه بتتعمل في الفرقه والولاد خدوا فرصه وبعد كده فجاه تراجع عن دفع الشباب بحجه ان هم مرهقين ولازم ادي ناس تانية واصرار على لويس ميكوسوني ما اعرفش هل الاهلي هو بيسوق اللعيب ولا ما حدش فاهم برضو ايه ده التفسير المنطقي الوحيد ده التفسير برضو مش وان كان مش منطقي يعني ما كانش صح وعمل حاجه غريبه برضو في ماتش المصري برضو مش فاهمها وعاوز افهمها برضو والناس كلها برضو بتسال يعني خرجت الباك ليفت في ماتش المصري ولعبت محمد هاني باك ليفت وجيت في ماتش النهارده لعبت محمد هاني باك رايت وجبت لعبت كريم فؤاد باك ليفت وبعد كده حسيت كريم فؤاد مش عدلته ورحت سحبه منزل محمد اشرف وبعد كده رحت سايب لنا محمد هاني النجم نجوم محمد هاني برضو ايه يعني عاوز اقول لك على حاجه 14 مباراه صح الوضع في ظروف صعبه ولو افترضت انه المدير الفني يعني
هنقول منطقيا عشان برضو احنا مش عاوزين نكون يعني قاسيين للدرجه، انه ما خدش وقته الكافي اللي احنا الكلام اللي احنا بنقوله عشان نصبر بيه الناس، لكن الناس كانت تنتظر لمحه واحده في خلال ال 14 مباراه. لمحه واحده تبرهن انه في حاجه بتتعمل تكتيك في الملعب على الاقل، حتى التنظيم الدفاعي. يعني انت خدت 3 4 3 ومشيت بيها، واصلا اتلعب بيها قبل كده وكانت في ظروف معينه، تيجي تلعبني قدام المقص النهارده مع كامل احترام وبحيي كابتن عيد ملازي بصراحه بامانه شديده، انا حسيت المقص عنديها فكر في الملعب بتاعها، حسيت مدرب عاوز حاجه بس مش. ولو امتلك عيد ملازي الشجاعه كان ممكن يحرج الاهلي النهارده، لو امتلك الجرأه الهجوميه انه كان ممكن يروح لمرمى علي لطفي اكتر من مره، وراح في واحدتين انت ما عملتوش، واحده انفراد تدخل فيها محمد عبد المنعم في الوقت المناسب، وراح بواحده تانية بس يعني ايه اتشاتت، بس علي لطفي جابها، لو كانت اقوى من كده كانت ممكن تعمل مشكله. في حاله محيره لدرجه انه الناس قاعده بتتفرج وبيسالوا بعض، هم قاعدين كده زي ما بنسال، هو ده النادي الاهلي؟ يعني هل ده منطقي؟ لو افترضنا ان المدرب ما عرفش يوصل دي روح اللعيبه؟ هل من المنطق انه الاهلي لا يمتلك لعيب يعمل الفارق داخل الملعب؟ لو افترضنا يا جماعه ده نص تشكيله الاساسيين. صحيح. يعني انت وجيت عديتهم محمد هاني باك رايت. خلاص؟ محمد عبد المنعم الراجل انت جبته عشان دعامك كريم فؤاد، انت حطيته في الشيء، حطيته رامي ربيعه في نص الملعب، ديانج اللي هو قلب الفريق. صحيح. في الحساب حسن في القدام، ونجم النجوم صلاح محسن. خلاص دي تشكيلتك اللي انت شايفها. يعني انت صلاح محسن يعني هل مطالب ان المدير الفني يخلع التيشيرت وهو قاعد بره ويرميه على الارض وينفعل عشان تحس بالمسؤوليه اللي انت موجود فيها؟ هل من المنطق يعني يصل بالاهلي لهذا الحال؟ هل دول ممكن يمثلوا الاهلي بعد كده؟ يعني لو افترضت ما فيش مدير فني، دايما كان بيتقال في فتره من الفترات وعشناها، لو جبنا عم حنقول لك كانوا في غرفه لبس يكسم على الاهلي، كان بص هياخد بطولات وهو مغمي. انت النهارده ده مستوى يصل بالمرحله انه فرقه تقعد شوط كامل ما تروحش للجول، المنافس مش عارف تعمل جمله، ولما راحت بكوره لمستر اكس حطها في صدر الجول. وانا بحيي بامانه شديده حارس المرمى ابن الكابتن طارق سليمان، وبقول اهو ده تربيه الاهلي، اهو هيطلع بره هيشوف وهيطلع هيروح مكانه، بقول له ركز وعيش ودور واشتغل على نفسك. صحيح. بامانه شديده. صحيح. كريم، كل الظروف ضد الاهلي. الاهلي لا يستحق ذلك بامانه. الناس دي ظلمت الاهلي بعدم الامانه، بقول عدم الامانه، عدم الاخلاص. لما تنتظر اللاعب منتظر الكوره، لما تشوف حجم مفيش تحرك في الملعب، يعني حاجه الناس كلها كل واحد منتظر الكوره تجيله، ما حدش بيروح للكوره، يعني مفيش حد مديك وكانه نازلين ضامنين الماتش. ما دي مصيبه. ده ماتش كاس مصر. ده ماتش كاس مصر، يعني الماتش كان ممكن ثلاث دقائق دقيقتين بالظبط بعد الكوره دي، لما لو ما اتحسبتش ضربه جزاء خلاص انت رحت اكسترا تايم. هو اللي كان بيلعب عليه كابتن عيد بنزيه، وكان مخطط له ان انا هاخدك هجيدك. صح. وبعد كده يعني اكيد هخطف واحده، اكيد هتديني واحده، او اوصل لضربات الجزاء، وزدت ضربات الجزاء انا عملت مع البطل. عملت حاجه قدامه. لا ولو وصلت ضربات ترجيح خلاص محدش دم، خلاص بقى ضربات ترجيح انت بقى. استاذ شريف، انا بالنسبه لي فيتوري، انا بالنسبه لي سواريش نقطه التحول عنده كانت ما بعد مباراه فيوتشر، يعني لما كسب فيوتشر برباعيه وتصورنا انه في ملامح وشكل الاهلي هيبقى حلو والاداء كويس، لما لعب مباراه بيراميدز وخسر بدات افكاره تتغير، بدا هو نفسه يبقى متردد، بدا يفقد الثقه في نفسه، وبدا اللاعبين يفقدوا الثقه في انفسهم، واتصور كمان ان اللاعبين بداوا يفقدوا الثقه فيه هو شخصيا، فالحال تغير تماما في النادي الاهلي. تتفق ولا تختلف الاول؟ يعني في البدايه طبعا لا متفق طبعا، بس في جزئيه فضل. يعني احنا في البدايه كنا بنقول الراجل جاي في ظروف صعبه، الراجل جاي في توقيت صعب، الراجل جاي اديله فرصه، اديله مساحه يشتغل يبان افكار شافها، مفيش. يعني هو خد فرص عشان يثبت فيها ان هو مدرب كويس وعنده افكار، وللاسف شديد ما نجحش، خاصة في المواجهات الكبيرة زمالك وبيراميدز. خسر الماتشين، ماتش نهائي الكاس وماتش الدوري مع بيراميدز. ولو كان لعب لو كان ساب سامي قمصان يلعب بنفس الطريقة، أو شاف ماتش الكاس اللي الأهلي كسبه، الكاس بتاع السنة اللي فاتت 2-1 مع بيراميدز، وشاف سامي قمصان عمل إيه،
كان لعب بنفس الطريقه وكان ممكن النتيجه ما تبقاش كده. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بقى ماضي، يعني احنا بنقيم اداؤه في الماضي. خلاص هو ربنا نجاه من حفله كانت هتحصل النهارده، او نجى النادي الاهلي من حفله كانت هتحصل النهارده. نجى النادي الاهلي منه ومن اللعيبه، حفله كانت هتحصل لو كان خسر او حتى وصل لضربات الجزاء كانت هتبقى حفله. لا يعني ابسط قواعد، خلاص انت بتدافع بطريقه 3-4-3 او بتلعب بطريقه 3-4-3، الطريقه دي الشق الهجومي فيها ما بيعتمدش على كده، مش بلالين. يعني انت في 100 دقيقه النهارده مفيش جمله على الارض، كله عمال تجيبها من اليمين للشمال وترفع وترفع مش لمين، ما تعرفش لمين خلاص. فاللي قدامك حفظك وعارف ان انت بلا حلول، مفيش حل من قلب الملعب. صحيح، مفيش حلول من قلب الملعب، والكره الثانيه دايما مش بتاعتك. يعني الكره الثانيه دايما مش بتاعتك، فانت مدرب بلا حلول هجوميه. وما تقوليش ان انا السكواد بتاعي اللي بطلع من المباريات ما بيخش فيها اهداف، لان مفيش حد بيهاجمك. يعني الماتش اللي كان في نديه شويه ماتش المصري، وكان ممكن المصري يهدف. صحيح، ماشي، وهدف بس طلع تسلل. اوكي، فانت الماتش الوحيد اللي كان فيه نديه كان قدام المصري، وكسبت بركله جزاء وكره في اخر الماتش والماتش بينتهي. فانت لا، مدرب عليه علامات استفهام كتيره جدا. الوقت ضيق، ولازم اداره الاهلي تبحث عن مدير فني يتناسب مع التصريحات اللي بتقول الاهلي هيعمل موسم صفقات يفوق الخيال. لازم اللي هو يعني تصريحات يعني اللي بيتقال، هي بيتقال انت بتقول ان انت هتعمل موسم انتقالات قوي جدا وهتدعم بشكل كبير جدا، ودي كانت تصريحات الكابتن محمود الخطيب، وشفنا بعض الحاجات كده اتمررت عن طريق الاستاذ ياسين منصور. فانت عشان تجيب لعيبه ما بقاش فيه مدرب، لا، لان انت ما انت هتنافس فرق عندها مدرب وعندها لعيبه، والقصه مش دوري، قصه افريقيا. فانت جايب مدرب خبراته محدوده. لو كان في مدرب تاني، يعني لو كان الاهلي اختار مدرب اسمه وسيبيه كبير وخلافه، كان هيعمل افضل من اللي هيبان بقى هنا. المدرب ده عنده، لا انت اتحطيت في ظرف صعب جدا. صحيح. فبتلعب في حدود الامكانيات اللي معاك. لكن انت مش عارف، يعني انا النهارده مثلا انا ضد ان انا اتكلم في التشكيل بتاعه والكلام ده، رغم ان تحفظي على بعض اللعيبه بتلعب بشكل اساسي او بتلعب فترات طويله زي ميكيسوني مثلا. ماشي، فده انا فاهمه جدا، ولكن بس يعني انا بقول لك تحديدا بقى اللي هو يعني، وحتى لو بيسوقوه ده اسوأ دعايه ليه للتسويق. يعني لو هو الهدف ان احنا بنلعبه عشان نسوقه، دي اسوأ دعايه ليه اللي بيحصل ده. فانت لو انا مدرب بقى وعندي افكار وعندي مشروع اللي احنا دايما بنقول عليه، ماشي، وجاي في ظروف صعبه جدا واتشالت من عليا الضغوط، ودي نقطة مهمة جدا. صح. انت مدرب الان بلا ضغوط، مفيش حد بيطالب منك من حاجة خالص. صحيح. وعارف ان انت هتلاعب المقصة مع احترامنا الشديد ليهم، فريق هابط لدوري الدرجة الثانية، ويعني بيخوض المباريات اللي باقية ليه في امكانيات مادية مفيش، زيرو. صحيح. امكانيات فنية، لعيبة كتيرة جدا مشيت من عنده، والنهاردة بيلعبك بجزء كبير من الناشئين والشباب. فانت عندك مشكلة. انت ضفت جديد، اللي بتاخد اضعافه واضعاف مرتبات المفاهيم، انت عملت ايه؟ فانت هنا بقى لو كنت جبت مدرب كبير، ماشي، كان هيعرف يشتغل ويبان ان عنده فكر وعنده سيستم عمل، وسيستم بقى ازاي تدافع وازاي تهاجم وازاي توصل للجون وحلول للتكتل الدفاعي. لكن انت بلا حلول، والمدرب بره بلا حلول. يعني ما اعرفش هو بيحفظهم ايه، ما بيتنفس. يعني انت في 100 دقيقه شفت جمله؟ يعني شفت اربع خمس باصات دخلت بيهم منطقه جزاء؟ حد جنبي بقول له ده لو قال لهم حاجه شفهيه، قال لهم هتعملوا 1-2-3-4 شفهيه، ما ضربهمش، عشان هو قال ان انا ما عنديش وقت ادرب اللعيبه على حاجه. بس لو قال لهم حاجه شفهيه ممكن. انا ما اتكلمش في لياقه بدنيه ولا اعداد فني ولا الكلام ده، انت هتعد ذهني وتحفظ. صح. جمل اللي هي التقسيمه، ماشي. صح. وباكد على كلامه. خلاص بقى انا عرفت ان المدرب مستواه كده، انا كلعيبه في الملعب بقى، ايوه، اللي هي لابسه فانيله النادي الاهلي والروح الفانيلا والكلام اللي احنا بنقوله ده او بيتقال ازاي، مش مع دول مش مع دول فين يعني ابسط قواعد الكوره حتى. يعني انت لو بترجع بالذاكره بتاعتك هتفتكر
المدربين اللي قبل كده قالوا لك ايه في الظروف اللي زي دي بلاش المدرب ده يعني يقول لك تحل الموضوع ده ازاي تكتل الدفاع ده تخترقه ازاي تعمل ايه مفيش شوطه سليمه بين الثلاث خشبات مفيش شوطه سليمه بين الثلاث خشبات فده لا صعب جدا 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 والوقت ضيق ولازم اداره الاهلي تتحرك بشكل سريع هرجع اكمل معاكم بخصوص هذا الامر واسالك استاذ محمود بعد الفاصل هل الاهلي هحاول اختار لفظ مناسب انه هيحرج انه ياخد قرار ضد سواريش وهو اللي اختار الاهلي وتحمل المسؤوليه وشال المسؤوليه كمجلس اداره النادي الاهلي انه جاب مدرب دون سبيل كبير قدام جماهير النادي الاهلي ولا هياخد القرار الحاسم ممكن ياخد قرار ضد سواريش هسمع اجابه حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مره اخرى سالت الاستاذ محمود صبري قبل الفاصل هل ممكن النادي الاهلي يتحرج انه يمشي سواريش او ياخد قرار برحيل سواريش لو يعني اتثبت قدام النادي الاهلي انه هو مدرب غير كفء ولا النادي الاهلي هيقول لا خلاص ادام مش كفء يبقى يمشي راي حضرتك ايه ايوه الضحكه دي ضحكه عريضه جميله بص عايز اقول لك على حاجه اتفضل سواريش مش هيمشي مش هيمشي لا هيكمل عقده وتكمله عقده من قناعات التعاقد معاه كريم زي ما احنا متفقين وهو لما جه الاول كان اصلا اتعرض عليه ما تستلمش المهمه خلي نكمل بقى كده خد مهمتك من اول موسم خلاص ما في قناعات على الورق اللي محطوط قدامك انه خلاص نكمل موسم خلاص انتهى بالنسبه لنا والظروف صعبه رغم المحاولات انك انت برضو ضيعت برضو من قدامك بطولتين كان بالامكان على فكره مش لا كان بالامكان وبايديك عشان نكون واضحين الكاس وانت خسرته يعني عاوز افهم بتشكيله خاطئه واخطاء لعيبه عشان برضه نكون واقعيين برضه ما نظلمش الراجل اخطاء لعيبه كبار جدا عملوا خطأين خسروك المباراه في اول تلت ساعه بتصرفات وده هنقول طبيعي وهي دي الكوره يا جماعه ما هي متعه الكوره في الكلام ده ماشي مش هو برضه الاهلي بياخد كل حاجه لما كان الاهلي بياخد كل حاجه قال لك بس سيبه حاجه لما ساب حاجه ما سابهوش في حاله يعني المشهد وكانه الهدف هو تدمير ما تبقى وده مش هيحصل لانه الاهلي التاريخ كويس جدا يعرف واللي بيديروا الاهلي عارفين كده وانه عارفين انه في فتره من الفترات بتحصل في هزه لكن المهم ان الاداره تاخد القرارات الصحيحه لتعيد للمكان هيبته وتحافظ عليه والقرارات الصحيحه من وجهه نظر حضرتك ان سواريش يكمل انا مش من وجهه نظري من وجهه نظري مهم ان هو ده اختيار دي قراءتك من قراءتي للمشهد انه الراجل هيكمل لانه ما استلمش فرقه وانت عندك مشاكل دلوقتي حوالين بعض اللعيبه وانت شوف فتره الثلاث مواسم ما فيش راحه خلينا ماشيين في الكلام اللي الدارج اللي احنا بنقوله لكن لحد نهايه الموسم فاضل اربع ماتشات وفاضلين خمس ماتشات لابد من اداره الاهلي وبرؤيه فيها بعيدا عن العاطفه انا اللي بقوله اهو بعيدا عن العاطفه ان تعيد النظر وتفكر جيدا في المشهد لانه الناس عاوزه تجد مبرر للتعاطف مع الرجل مع هذا الشاب للابقاء عليه للابقاء عليه مشهد واحد يا كريم مش موجود حتى لو حصل انك انت عملت تنظيم دفاعي جيد بصوره واقفه ده انت النهارده انا بحكي لشريف واحنا قبل ما ندخل هنا قلت له يا راجل ده لما كان المهاجم بتاع المقص الوحيد بيمسك كوره كان الثلاثه اللي في الخط الخلفي الاهلي بيصابوا بحاله ارتباك صح يعني هل وصل بالحال الاهلي كانت احد ميزاته على تاريخه انا ما اعرفش الناس دي بيقولولها التاريخ ولا ما بيقولهاش الله اعلم احد ميزات الاهلي على تاريخه انه الفريق كان متميز بحاجه واحده روحه القتاليه يعني عايز اقول لك ايه يعني عايز اقول لك ايه الكره ما يفقدهاش بيفقدها غير ثواني بيعرف يسردها بقوه كورته الثانيه بتاعته سر قوته كانت لا وكان مدربين المنافسين للاهلي لما بيلعبوهم كان يقول لك احنا خسرنا النهارده بسبب شخصيه الاهلي ما انا بكلمك يعني لم يعد ما يقولكش اداء الاهلي يقول لك شخصيه الاهلي انا بكلمك والله بامانه شديده اللي بيحب الاهلي يا جماعه وبيعرف قيمه هذا الكيان مش عاوز اقول مش هنا بس بره شوف الناس بتتكلم وشايفه المكان ده ازاي بامانه شديده محتاج تحليل للسيزون ده والسيزون اللي فات تحليل لشخصيه الناس اللي موجوده تحليل للقطات كتيره محتاجه فعلا وقفه محتاجه فعلا اعاده نظر مش دول لعيبه الاهلي في حاجه غلط في تسرب تحس كانه فيروس موجود
في حاله لا مبالاه، في حاله غريبه جدا مش موجوده، ما اتشافتش قبل كده. حتى جماهير المنافسين نفسهم مستغربين انه اصبح اللعيبه دي واخده من اربع اشهر دوري ابطال انا بقول لك اهو، ولعبه نهائي دوري ابطال واخده سوبر واخده تالت عالم اول كل سنه. كل الكلام ده اتنسى، الكلام اللي احنا قلناه ده كله ده اتنسى. حصل تحس انه في حاجه ايه، حاجه كده جت كده عملت يا كريم بص كيرف غريب. ما هو ده السؤال اللي كنت عايز اسالك يا استاذ شريف. انا برضو واحنا بنتحدث عن الاهلي وعن مشاكل فنيه في الملعب، كنت بتكلم النهارده على فكره انه ما هو الاهلي برضو لسه ما وصلش لمرحله ما يقال عنها انها كارثه او مشكله كبيره. انه الاهلي لو بنتكلم فنيا، لو حد شايفنا من بره يعني بره مصر يقول لك مش ده الاهلي اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا فده شيء جيد، مش ده الاهلي اللي وصل نهائي كاس مصر فده شيء جيد، ده الاهلي اللي خسر من نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد وخسر نهائي كاس مصر من الزمالك يعني فرقتين كبار فده شيء عادي. ففين فين الكارثه اللي يعني عشان الموضوع ما يبقاش كبير. هقول لك الكارثه فين. لو رجعنا كده مباراه الاهلي وسموحه للاهلي خسرها 3-2 اداء ولا اروع من النادي الاهلي، اداء ولا اروع. ماشي خسرت والكلام ده، وخسرت باخطاء في التمرير قدام منطقه الجزاء. صح، دي من احسن مباريات اللعيبه الاهلي بالمناسبه. صح، من احسن مباريات الاهلي هذا السيزون. صح، ورغم ذلك زكتها خسرتها. كان في رضا عن الاداء. انت شايف فريق بيأدي، فريق بيهدر فرص، فريق اجريسيف على المرمى. كان اخر مباراه للكابتن سامي امس، انت فاهمني يعني كان عندك كان عندك اداء. تعالى بقى بالمقارنه، طبعا اللعيبه بعد كده ريحت والكلام ده كله. تعالى بالمقارنه، كابتن سواريش لاعب المقاصه مبارتين، المبارتين كان في قمه الاحراج. مباراه الدوري انت كسبان بهدف، والمقصة مسكك الشوط الثاني حطك في نص ملعبك وبقت الناس تقول ربنا يستر وجابوا جولين وطلعوا اوف سايد. النهارده نفس الشيء، انت انت في ازمه حقيقيه. انت في ازمه حقيقيه. مش عايز اقول كواليتي اللعيبه، ولكن انت اضافتك فين؟ التركه اللي احنا بنقول عليها، التغييره، طريقه اللعب، ازاي يعني تفتح الثغرات في دفاع متكتل، كل دي حاجات يعني دي حاجات فنيه مش بتاعتنا. بس الواحد شايف وكان بيتابع مدربين قبل كده بيعملوا ايه، بيغير ازاي، بيغير طريقه اللعب ازاي، يعني بيفتح التكتل ده ازاي. كل ده انا ما شفتوش في مباريات كتيره جدا. ليه؟ باداره سواريش. لا، في ازمه كبيره جدا، وما اعتقدش ان اداره الاهلي هتكابر في ان هي تبقي على سواريش، ما اعتقدش. خاصة وان انت عندك استحقاقات كبيرة جدا خارج مصر. ماشي، ويمكن قرينا خبر ان السوبر لكأس العالم للأندية ده تابعناه بقى الصحافة المغربية امبارح، ان كأس العالم للأندية هتعمل 24 فريق في كندا، وفي كلام ان ممكن الاهلي يلعب في البطولة او يشارك مع ونهضة بركان، ففي كلام. فانت عندك استحقاقات بره. طبعا انت هنا احنا عارفين اللي بيحصل هنا وشفناه على مقدار موسمين. ماشي، فانت يعني لازم يكون عندك مدرب واعد اشتغل مع فرق كبيره حقق بطولات. ماشي، وعنده افكار شفته قبل كده، لكن مع احترامنا الشديد احنا انا كنت واحد من الناس صابر جدا على سواريش ده، وما اتكلمتش بشكل يعني سلبي قاطع على تجربته، لان عارف ان هو بيمر بظروف صعبه. لكن من اول ما اتقال له انت يا عم خلاص العب بالناشئين واحنا مش عايزين دوري ولا هننافس ولا الكلام ده كله، رغم ان الدوري لسه في الملعب يعني على الورق الدوري في الملعب، ولكن خلاص احنا يعني عارفين البطوله فقدت مصداقيتها وموضوعيتها من فتره. ماشي، فانت خلاص بلا ضغوط العب بقى. صحيح، اديني بقى صحيح امارات ان انا ابقي عليك. صحيح، يعني الكلام اللي بيقوله استاذ محمود ان لا يعني اداره الاهلي ممكن تخليه او الكلام ده. انا شايف ان التوقيت ده توقيت مناسب. انا مش عايز اقول المدرب يجي دلوقتي، انا عايز المدرب اللي هيجي يجي يتفرج على الاهلي الاربع خمس ماتشات اللي فاتت في الدوري
ويقيم ويشوف. يعني انت عاوز المشي ده ويجيب مدرب تاني؟ لا انا مش عايز كده، ده عايز كمان مدرب اجنبي، مدرب يجي ويبقى عارف ان هو جاي يضرب الاهلي من دلوقتي. استاذ شريف دايما بتنور ودايما بسعد بتواجدك معانا، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمود الوقت بيخلص بسرعه والله، انا بشكرك شكرا جزيلا، استمتعت بتواجدك جدا، بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين ايامنا مع حضراتكم في رقم 10 النهارده. خلصت حلقتنا من رقم 10، اشوفكم يا رب على الف خير.